لو حد حضر في ايام تانية يقولوا له لو ما حضرش بكره 9:30 جدا هيبتدي اول حصه عند القران. في سيت حاول يا عم الغدة الوحيدة التي تخزن ولا تصنع الهرمون، انما بيصنعوا لها في النيرفس سيستم ممثلا في الهايبو تالامس، وعشان كده اسمها نيورو هايبوكس، وهي بتعمل تو هرمونز. واحد من الناس اللي فاتت اسمه انتي ناريتيك هرمون لانه بيعمل ووتر ريتنشن ووتر ابزوربشن ضد الدوريس، وهو نفسه بيسموه بازو كريستين لانه بيعمل بازو كريستيكشن. يبقى من ورقه الاسئله يجوب اهم تو فانكشنز، حتى لو مش مذاكر لازم تكتب اسمه. قال لك اهم وظيفتين انتي ناريتيك او بازو بالسين. زميلي مات الدكتوران يحب يستخدم اسماء اخرى فسماه، وده موجود في بعض تكست بوكس بس اسم عقال الشهرة بريسو فيزين. بريسو يعني بيزود البريشر اللي بيعمل باس بروسيكشن وطالع من هايبوفيس نيورو هايبوفيس، فاسمه ADH باس بروسيكشن او بريسو فيزين. تاني هرمون ده جديد علينا السنة دي ما سمعناش عنه قبل كده، اللي هو الاوكسيتوسين. وكلمة أوكسيتوسين من كلمة أوكسيتوسين معناها أكسريتنج ليبر، يسرع الولادة، ده أصل الكلمة. تبتدي بال أنتي ناريتيك هرمون، هو الكلام اللي عن الأنتي ناريتيك هرمون في الأول مقدمة هي زي الأوكسيتوسين عندنا. فأول حاجة الكيمستري بتاعتهم هما الاثنين لونه بيبتايد، نون يعني تسعة امينو اسيدز. حتى انا فاكر كنت محفظها لنفسي وانا طالب ان البيتيوتري بحرف البي والبنكرياس والباراثايرويد كلهم يا بروتين يا بيبتايد، كده بي مع البي اهم القاعده دي. ان الكبيره اللي هي الانتيور بيتيوتري بتطلع بيبتايدز كبيره بولي بيبتايدز او ايفن لايبوبروتين، اما الصغيره بتطلع حاجه نونو صغيره، يا نون مش نونو يا نونا هتسع نونا بتطلع. يبقى الكبير كبير والصغير صغير، كده فرق لكم في الحياه الاسلام بتاعك كبير كبير والصغير صغير. فالانتيور بيتيوتري بتطلع بولي بيبتايد او بروتين مضاف عليه كربوهيدرات بروتين، انما الصغيره والصغير بيبتدي يطلع نونا بيبتايد. ما لم يكتبه الزميل وحضرتكم تعرفوه ان التو هرمونز ال دي اتش والاوكسيتوسين يختلف في وان امينو اسيد واحد بس، ويشترك في تسعه في ثمانيه، وعليه اللي ما كتبوش الزميل دي ار سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن. اي دي اتش والاوكسيتوسين سيميلر ان ستراكشر اند فانكشن، ده الكيمستري. طب فورم فين بقى؟ نيرفس سيستم هيبقوا ثلاثة، بس قلنا في الامبريولوجي التوستيرو بيتيوتري الاورجن بتاعها من النيرفس سيستم، يعني شديدة الارتباط بين النيرفس سيستم. هرمونات بتاعتها بتعملوها لها في النيرفس سيستم على وجه التحديد الهايبو ثلاثة، على وجه التحديد في النيوكليس فوق الاوبتيك كازما اسمها سوبر اوبتيك، والنيوكليس الثانية موجودة جنب الثيرد فنتكل اللي هو الفراغ في المخ اللي فيه سيربرو سباين تيود اسمها بارا فنتريكل جنب الفنتكل. هو المفروض اي نيوكلس في الاثنين تعمل التو هرمونز، بس كتاب عندنا محددين اكتر واحنا عاوزين نبقى زي الكتاب. فقالوا ان السوبر اوبتيك بتعمل اكتر الاي دي اتش، اللي فوق الاوبتيك كازما بتعمل الاي دي اتش اساسا، بس على فكره ما اعرفش حتى هو كاتبها ولا لا،
هي بتعمل كمان صغيره من الاوكسلوس بره. البارامتريكال بتعمل اوكسلوس. طب ايه تعريف النيوكلياس؟ عارفينها من سنه فاتت كولكشن نيورونز انسايد سنتر نيرفس سيستم. هنا ميجا نيورونز، نيورونز كبيره قوي بتعمل ايه؟ الاوكسلوس. يعني هم تركبوا الكيميكال ستراكشر صغير بس النيورونز بتعملها كبيره. ميجا ميجا نيورونز. بعدين ينزلوا مع الاكسون، مجموع الاكسون جوه السنتر نيرفس سيستم نسميها كرانك، بيسموه هايبو ثلامو. خدنا بتاع الراجل هايبو فيزيال تراك، بيتعملوا كبري برو هرمون لأي بروتين هرمون بيتعملوا كبري برو. أنا عيد تاني بس أنا ناسيه بدل لو مستنينه تقول كبري برو هرمون. بعدين وهم نازلين بينزلوا السكريتوري جرانيولز بيبقوا برو هرمون بس. بعدين اختزن في البسكنز تحت صباحنا بتشقين على البروتينز. البروتين ده اسمه نسبة الى النيو هايبوفيسز بيسموه نيوروفيزين. يعني الـ ADH اهو بتشقين على بروتين كبير جوه تمرن هنا اسمه نيوروفيزين. والاكسكلوسيف برضه بتشتغل على بروتين كتير كبير اسمه نيوروفيزين. مش ده زي ده بالظبط، في اختلاف. اللي بتشتغل عليه الاكسكلوسيف اسمه نيوروفيزين 1، اللي بتشتغل عليه الاي اتش اسمه نيوروفيزين 2. غلطه مشهوره. طالب عارف الاي دي اتش ولا لا؟ انت مالي عنده تصور انه هو اللي يبقى بيتشال على النيوروفيزين 1 والاكسكلوسيف هو اللي بيتشال على النيوروفيزين 2 ولا عكس؟ طب ده انا بتوعي فاني عشان ما تنساش. ال اتش بتاع ايه؟ 4 نورماندي 2 هو اللي بيتشال على النيوروفيزين 2. انا هكمل الحاجه الفاني ان الريسبتور اللي بيأثر عن طريقه في الميه مش بيأثر بالسين 1، هو عنده 2 ريسبتور 1 و 2 بيأثر على المية عن طريق فازوبريسين 2. يعني ازاي بيعمل روتا ريزوبشن؟ مش عن طريق فازوبريسين 1 ريسبتور، عن طريق فازوبريسين 2. شكرا. طب ازاي؟ بانه بيفتح قنوات نمتص من خلالها المية الملكية اسمها اكوا بورين. اكوا يعني مية، بور يعني سكر، واي ان يعني بروتين، اكوا بورين 2. يبقى اذا الـ ADH في علاقته بالمية بيستخدم رقم ايه؟ 2. بس كده ونبقى فوجئت. متشال على نيوروفيزين 2. فاكر كومنت 2 كان يقول لك هنا الطريقه هتفتح لنا القصه دي. ايوه انا مش عارف. فبتشال على بروتين اسمه نيوروفيزين ايه؟ 2. وبعدين لما يجي يشتغل في حاله الميه هو عنده باظ في السين 1 وباظ في السين 2 ريسبت. مين اللي بيأثر على الميه؟ باظ في السين 2. يبقى كل حاجه ميه 2 ويحط فوز اسمها اكوابورين 2. برافو عليك. انما الاكسلوس اللي بتشال على 1. ما لم يكتبه الزميل انه ال ADH والاكسلوسين دول في الاصل كيميكال ترانسميترز. من هنا اهو، واحنا حتى قلنا عن موضوع كيميكال ترانسميتر لو كنت فاكر ان السمول كيميكال ترانسميترز بيتعملوا في النيرف تيرمينز اللي فاكر السي ان اس، بينما اللارج كيميكال ترانسميترز كانوا بيتعملوا في السوما اللي هو الميجا نيرونز في الحاله دي وينزلوا يختزلوا في التيرمينز. فالـ ADH والأكسلوسين في الأصل كيميكال ترانسميترز. بس لأن الريسبتور مش موجود قصاد نهايات الأعصاب واضطروا يمشوا في الدم عشان يروحوا له سواء في الكيدني أو في اليوترس فاعتبر هرمونز. وده واحد من أشهر الأسئلة. قول لي هرمونز هما في نفس الوقت كيميكال ترانسميترز. لما وضحنا ولا بيقولوها في المحاضرة. معناها سؤال مشهور جدا وورد وايد. هل في هرمونز هما في ذات الوقت كيميكال ترانسميترز؟ اه، ADH and Oxytocin. ويمكن بشكر الزميل اللي كاتب السي ان اس انه كاتب من ضمن الاكزامبل بتاعت الكيميكال ترانسميتر ذات ADH، حتى ما اعرفش ليه ما كتبش الاوكسيتوسين.
فده نقطة مهمة. ولو متأكد في ناس حضرت محاضرة ما سيبوش يفوت ده. الـ ADH والأوكسيتوسين هما هرمونز وهما في ذات الوقت كيميكال ترانسميترز. أهو هرمون ده نيرونهم. حتى تركيب الكيميكال ترانسميتر الكبير لونه بالطايف فعشان ما بيتعملوش في التيرمينالز. بيتعملوا في خدناها اللي كده بالسوما ويمايجريت للتيرمينالز. لأن الريسبتور مش قصادهم عموله في الدم عشان يروحوله فاعتبر كمان هرمونز. يبقى هما كيميكال ترانسميتر وهما هرمونز. ده مرتين مرتين. هل في هرمون بيشتغل ككيميكال ترانسميتر؟ الإجابة أشهر أمثلة في تانيين غيرهم. الـ ADH والـ أوكسيتوسين. هتفتكر بيطلعوا من نيورو هايبوثيسيس. حاجة متعلقة بالنيرفس سيستم. طيب دلوقتي معانا الأوفيشال بتاعنا لحتى جه الآخر 10 أنا هعيد تاني كام يقول. بس يعني بدل ما نقعد نهري كام فات فرصة نعيد مرتين. بيسيت بقى الناس شباب بليز يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف أنتوا مركزين شوية على النهاردة مش الجمعة. يعني الجمعة بيبقى يعني قاعدة عليها فاللي يقدر يجي الجمعة اللي يقدر يعني ما بنضغطش على حد هيبقى لصالح يا صالح الآخر. نعم على كيف الظاهر يعني تؤمنوا بمثل بحر دي بيساعي 100 حبيب خلاص وبصرت المحيط عرفنا خروف يعني واحد يحبك ويوكلك بصرك كأنه عندك خروف واحد يجب الخروف يسببه لك تبقى هتتقاية أمثلة كويسة. بحر دي بيساعي 100 حبيبة وبصرة المحب سيارة لما شبين فيلم ما كانش حاجة بس كان الوقت عمال يقول أمثلة ما لاش دعوة بعض بص مثل معهوش ده فاكره اللي هو كان مثل عمرو عبد الجليل عمرو عبد الجليل دمه خفيف لا دمه كويس بس برضه خفيف طب ما عليا جبنا ما كانش حتى ونرجع يعني ده حلو يا اخوان انتوا في ناس بتحضر افلام وفي ناس هنا مالهاش علاقه بالسينما شكرا لك انا يعني بعتز بيكم انكم ما تخشوش في الفن من العلم بس انا الظاهر هي الافن انا عيني عندك شفتي بس صم طبعا امتدئ posterior pituitary ونظرا لارتباطها الشديد بالنيرفس سيستم في الامبريولوجي هي جزء النيرفس سيستم والهرمونات بتاعتها بتعملوا في النيرفس سيستم اللي هو الهايبوثالاموس فسموها نيورو هايبوثيسيس. It secretes two hormones. واحد خدناه السنه اللي فاتت انتي دايريتيك او يسموه فازوبريسين والزميل المستخدم اسم ثالث بريسوفيزين يعني بيرفع البريشر وطالع من الهايبوثيسيس. هرمون الثاني اللي ما سمعناش عنه السنه اللي فاتت اسمه اوكسيتوسين من كلمة اوكسيتوسين من كلمة اوكسيتوسين ومعناها اكسلريتنج ليبر تسرع الولادة. ان احنا هنا بنحب نبقى عارف الترمينولوجي اصل الكلمات جابوها ازاي. فاوكسيتوسين من كلمة اوكسيتوسين يعني يسرع الولادة عارفين الكلمة دي. هما الاثنين دي قلنا البوستيريور غدة متفردة انها هي الوحيدة التي تخزن ولا تصنع الهرمونات بتصنعوها في سبيشال نيوكليار فلاكس نيوكلاس منهم فوق الاوبتيك كازم بتاعت الفيجن بسموها سوبرا اوبتيك فوق الاوبتيك يبقى سوبرا ايه ودي بتصنع اكتر اي اتش اي نيوكلاس تصنع الاثنين بس السوبرا اوبتيك متخصصه اكتر في الاي اتش والبارامنتريكولار لانها جنب الثيرد فنتكل في المخ فيسموها بارامنتريكولار نيوكلاس عارفين مخ في اربع فراغات فيهم سيربرتايم فيوري تستاهل ذاتي فيسموها بارامنتريكولار دي متخصصه اكتر في الاوكسي توس. اول كلمه بقى كالسيوم التركيب الكيمائي بتاعهم هما الاثنين تركيبهم
نون بالطيب. نون يعني تسعة، تسعة أمينو أسيد. وده بطريقة سهلة. من الأنتيوكيوتر الغدة الكبيرة بتطلع بيبتايدز كبيرة. بولي بيبتايد وإيفن ثلاثة جلايكوبروتين. خلينا نراجع اللي فات. ثلاثة بولي بيبتايد، ثلاثة جلاندين. الصغيرة بتطلع بيبتايد صغيرة. نونو. نونا بيبتايد. أنا من كل طالب كنت هحفظها لنفسي كده. الصغير طلع نونو. نونا نونا بيبتايد. والكبير يطلع الكبير. يا ثلاثة جلايكوبروتين يا ثلاثة بولي بيبتايد. أو نراجع اللي فات عشان نثبته أكتر. ده الكيمست. طيب التصنيع فين؟ بتصنعه في ميجا نيرونز، نيرونز كبيره في حاله الاي دي اتش اكتر في السوبر اوبتيك، في حاله الاكسوس اكتر في الفارونتيك، وينزلوا عن طريق الاكسونز بتاعت النيرون دي. في الاناتومي يعلمونا مجموعه اكسونز بره يسموها نيرف، ريديال نيرف، قلنا نيرف، مجموعه اكسون جوه السنتر نيرف سيستم يسموهم تاج. يبقى كولكشن اوف نيرف فايبرز اوتسايد تبقى نيرف، انسايد يبقى تراك. فهنا بيسموها هايبو ثالامو هايبو فيزيال تراك. ما تفضلوا. فكرة كويسة. لا 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 طيب يبقى ينزلوا عن طريق الهايبو ثالامو برضه مره ثانيه بسبب الازدحام، لو اللي يقدر يجيبه الجمعه ويجيب بيت ثاني. يبقى هينزلوا عن طريق الهايبو ثالامو هايبو فيزيال بيتعملوا كبريت برو هرمون كأي بروتين هرمون، يحفظ القاعده عامه بيتعمل كبريت برو. وبعدين ينزل جوه السكريتوري جانيولز اس برو هرمون ويختزن في التيرنالز تحت. كل هرمون مختزن مع بروتين كبير اسمه نيوروفيزين نسبه للنيورو هايبوثيسيس. قلت الاوكسيتوسين متشال على النيوروفيزين 1 مع انه الاقل اهميه، والاي دي اتش متشال على النيوروفيزين 2. وقلنا ازاي مش هنلخبطها في الام اس كيو، ان الاي دي اتش بتاع الميه مرتبط برقم 2 نورماندي 2 فبتشال على النيوروفيزين 2. حتى الريسبتور اللي هيشكر عن طريق ميه هو عنده 2 ريسبتور، بازل بالسي مهم واسمه بازل بالسي، فالريسبتور بتوع الاي دي اتش او بازل بالسي مهم اسمه بازل بالسي 1 وبازل بالسي 2. بتاع الميه هو بازل بالسي 2 عن طريق انه بينسيرت بيحط قنوات يشد منها الميه اسمها اكوا بورين 2. يبقى اي حاجه بالاي دي اتش لها علاقه بالميه تبقى 2 على وزن نورماندي 2. اوعى تنسوا بقى اللي هيلخبط في الاتش بعمل له ايه اكتر من كده. يعني انا عارف فين الغلطه، الطالب متصور اي دي اتش ده اهم فيبقى هو على 1، لا هو 2 عشان بتاع الميه نورماندي 2 متشال على اليوروفيزين 2. الاولى كويس نيوروفيزين ايه 2. وبعدين بيشتغل على بازل بالسين 2، وبعدين اكوا بورين 2. الاكسلوس اللي هو اللي بيتشال على نيوروفيزين 1 تمام. ده في الاصل كيميكال ترانسميتر، واحنا كنا اتعلمنا دي براجع سي ان اس ان الكيميكال ترانسميتر لو تركيبها صغير جدا امينو اسيد واحد او امينز دريفيتيف امينو اسيد بتتعمل في النيرف ترمينالز، لكن لو كبيره زي النونا في البايب هنا بيتعملوا في السوما اللي هي الميجا نيرونز هنا الكبيره ويختزن في النيرف ترمينالز. فاللي ما قالوش الزميل ولا كتب ولا بيقولوا في المحاضرات ان الاي دي اتش والاوكسيتوسين دول مش بس هرمون، دول في الاصل كيميكال ترانسميترز. ولما يسالك في الشفع لو حد عنده هذا السؤال العميق وقال لك قول لي مين ينفع كيميكال ترانسميتر ومين هرمونز، الاي دي اتش والاوكسيتوسين. وعندي كذا دليل، ادي اول دليل دامغ انه زي اي كيميكال ترانسميتر بيطلع باكشن بوتنشال بالكالسيوم بالاكزو سايتوس. وفهمتك ان هم في الاصل كيميكال ترانسميتر بس الريسبتور مش موجود هنا،
الريسبتور موجود بعيد على الكيدني مثلا في حاله الكيدني اتش، فاضطروا يعوموا في الدم عشان يعوموا فاعتبر فرموك. لكن هما في الاصل وعلى الاصل دور كيميكال تروسيس عادي خالص من النوع الكبير وينطبق عليهم كل الكلام. عشان كده بيتعملوا في السيلز قلنا النوع صغير براجع سي ان اس بيتعملوا تحت، الكبير بيتعمل فوق. لما يبقى وان امينو اسيد او دريفاتيف امينو اسيد عملوا في النيرف تيرمينالز حاجه كبيره عاوزه سيل بقى تشتغل شغل جامد عشان تركب امينو اسيد مع بعض نونا بالطيب 8 امينو اسيد. وما لم يكتبه الزميل ان هما الاثنين مختلفين في وان امينو اسيد وان هما سيلولار ان ستراكشر اند فانكشن. المقدمه دي قراءه ضاعش وقت كتير. نيجي بقى نمسك الليدي اتش. هات الرسمه، في رسمه رائعه انا عاملها لك. اكشن كنترول ليدي اتش اللي هو اول ساعات واحد لما بيسمع حد بيتكلم على الحاجات دي بيتلاقي اللي بيشرح كل سامعين لان هو ده مش متابع الاستاذ ما حدش عايز يمشي الموضوع ونسي خالص ان ده كيميكال ترانسميت ويبقى يعرفك ان الشيء ده عقيم لا الطالب فاهم ولا هو فاهم. ما حاجات بتتقال وقول وراها لا حصه عباره عن تسهيل. ADH أو بازوبريسين أكشن كنترول من غير ما أقول يا غضب نظري مهم وسهل إن أقول وهقول وبقول إن سؤالين في الإندوكراين الترم ده أو الريبرودكشن الترم الجاي من الثلاث أسئلة لازم يجوا أكشن كنترول هعرف من غير ما لما أنسى إن أنا قلت أكشن كنترول أنت كده مهم وسهل اتفقنا؟ طيب نيجي لأكشن. طالب ذكي كده وعنده مزاج بيقرا فورا الاسئله انتي ذاريتك ارمو يبقى ده ضد الدورس يبقى هيمتص الماء في الكيدني يبقى 100% له رينال فانكشن. طب بين قوسين مكتوب فورا الاسئله بازو بريسين او بريستو فيزين يبقى بيعمل بازو كونفكشن يبقى 100% له اكسترا رينال فانكشن. الهدية انا عاملها بطريقة جميلة رينال وزي الكتاب واكسترا رينال يبقى اثنين كله ينقسم الى اثنين فانت حلو ليه منظر يبقى رينال اكسترا رينال ده اثنين ولا اثنين تدي برينال هو مكتوب انتي لاريتك هرمون ضد الدوس يبقى لازم يكون بيعمل ووتر ايه؟ ابزورب اشتغل على النفس في السيستم بتاع العبد الله اهم حاجه مش الشرح القواعد الرولز اللي بنفكر بيها هاو تو ثينك لان انت اي كلمه اقولها تنساها انما نحط قاعده بتطبقها انت بقى في حاجات كتير. دلوقتي كلنا يعرف ان النفرون ده عباره عن باومانس كابسول وبعدين بروكسيمال وبعدين لوب هيلد وبعدين ديستال كومبيوتر تيبيولز وكولكتنج تيبيولز. قاعده النهارده مهمه جدا اهم من الشرح. معظم وليس كل الهرمونات بيشتغل على الجزء الاخير من النفس اللي هو ديستال اند كوليكت. طب واحد يقول لي انت بتديها قاعد بس بتحب تفهمها لنا ليه؟ ليه معظم الهرمونات تشتغل على اخر حته في النفس ومش كلها؟ اللي هم ديستال كومبيوتد اند كوليكت. انا هقول لك الجمله وانت هتفهم على طول. لان وظيفه الهرمونز على الكليه فاينل ادجستمنت اوف يورين ضبط نهائي للبول تضبط الحجم والبي اتش والكرايز. عمرك شفت نهائي بيلعبوه في اول الدوري؟ يبقى بنفس المنطق ادام هم بيعملوا فاينل ادجستمنت يبقى لازم يشتغلوا على اخر حاجه اللي هو الديجيتال اب كولكت. ده معظم الهرمونز ما عدا قلة قليلة مرتبطة بالفوسفات بس ده برضو قاعدة خاصة بالعبد الله. هم دول هيشتغلوا على البروكس حتى اللي هبقول لك البي مع البي واقنعك ليه كان لازم دول يشتغلوا على البروكس. اي هرمون له علاقة بالفوسفات بالبي يشتغل على البروكس انما معظم الهرمونات بيعملوا فاينل ادجستمنت يبقى يشتغلوا على اخر حته الديستال ان كلها. انت اقتنعت دي لما اجي دي اقنعك بيها بقى عندي اقناع بيها. طيب
يبقى الاي دي اتش اشتغل فين؟ حط القاعده اللي عندك بيشتغل على اخر حته ديستال ويل كولكتور. طيب عن طريق اتفقنا الريسيبت بتاع الميه هو بازك من سي 1 ولا 2 ازاي هيسحب ميه؟ انه بينسيرت شانلز كده عن طريقها نسحب الميه اسمها اكواكورين 2. طب الميكانيزم اوف اكشن هو نونا بيبتايد ساعدوني انا ناسي بس بنحط قواعد بيبتايد يبقى ليبيد سوليبل ولا ان سوليبل؟ ان سوليبل واللي مش سوليبل مش جينوميك يبقى في اربعه سكن ماسنجر بنختار منهم اثنين بس اخر اثنين ما ده بنقولهم في الموضوع العام لكن هما في النهايه سايكليك ام بي يعني زيتول ترايفوسفيت وده اثار جسم امتى نستخدم الزيتول ترايفوسفيت وده اثار جسم؟ لو الموضوع فيه جالس يعني بالتحديد اكتر في كونتراكشن او اكزو سيتوز هنا لا في كونتراكشن ولا في سيتوز يبقى هنا لازم يشتغل عن طريق سايكليك اي ام في ده القواعد اللي بنحكي عليها ان احنا مش جايين نزقف ونعيدهم مع بعض مش فاهمين ايه دلوقتي انت تقلب في سوشي يا جول النظام ده هقول لك ايه جايين بل الحب بعض من تخيلنا على الارض الا لما نجده اخترعناه انا بقى احور جوه شويه الفسيولوجي بعضه من تخيلنا الا لما نجده اخترعناه بالقواعد اللي بتحطها ان هو نونا بيبتايد البيبتايد ده انسوليبل يبقى مش جينوميك يبقى صادق حاجه من اتنين في الاغلب السايكليك ال بي لو الموضوع عاوز كالسيوم يعني اكسيتوز او كونتراكشن هتنقي انزيتول ترايفوسفيت اند باي اثار جسم ولا تنسى ان ده اثار جسم ده كان بيتحول الى بروستا جامد عشان لها علاقه بين الارض. طيب يبقى ده ازاي بيشرب الميه؟ طيب اسكا قال ايه؟ ان حط اكوا كورين 2 دي يعني فتح الباب مش معناه انها تمتص. لما انا افتح الباب مش معناه حد يخرج ممكن حد يخرج يبقى لازم في عامل تاني ما ذكروش الزميل اللي هو ايه؟ ان ليه لما بيحط اكوابورين 2 الميه بتمتص؟ لان ربنا خلى الانترستيشال فلويد حوالين التيبول في الكيدني فيري هاي اوزموتيك بريشر، الاوزموتيك بريشر بتاعته هاي. فاول ما الباب يتفتح بالاسموزس الميه بتمتص. كنت هنتكلم في سنه اولى ان القوه الوحيده اللي بتحرك الميه في جسدنا هي اوزموتيك فورس. وادي مثال رائع ليه. يبقى الاي دي اتش اكشن لما بيمتص الميه هو كل اللي بيعمله بالبلدي بيفتح الباب يحط اكوا كورينتو وانس اتحطت بالاسموزس حوالين تليون تشفط الميه. طيب الطالب ذكي الميه هتتشفط خد بالك الاي دي اتش بيشتغل على الكوليكتنج تيبيولز الحته اللي فوق يسموها كورتيكال بارت والحته اللي تحت اسمها بلادر بارت. بس انا رسمت الكليه نايمه كده يبقى الحته اللي فوق دي كورتيكال يعني ده كوليكتنج تيبيول يبقى هنا كورتيكال وهنا بلادر عشان تفهم علاقه بلادر دي كورتيكال ودي بلادر. فكر بذكاء فلما يحط الاكوابورينز الميه تمتص فالبولي تركز الماء تمتص فالبول يتركز يبقى طول ما احنا نازلين البول تركيزه عمال يحصل له ايه؟ هيزيد. في وقت ما الطالب ذكي فاهم قوي تركيز البول هيبقى مساوي لتركيز الانتر ستيشن فيول فهيتوقف امتصاص الميه. عشان كده الاي دي اتش عنده مخ ففقط تحت في الجلري بارت بيحط الترانسبورتر ينقل اليوريا البولينه اللي هو ملح فالبولينه تاخد معاها ميه. فانت فاهم اشمعنى هو نقل البولينه فقط في الميدالري بارت. اولا في نقطتين هنا تاخد بالك منهم. واحده انا متاكد ان محدش خد باله منها ان البولينه دي المفروض انها ماده ضاره يعني احنا علمونا كده من غير طب ان الكليه دي بتتخلص من البولينه واللي عنده البولينه عاليه يبقى الكليه بايظ. فاحنا هنا بنشوف حقيقه غريبه جدا ان نص البولينه اللي عاوزين نتخلص منها الاي دي اتش بيرجعها تاني انترستيشال عشان يساعد الوتر ابزوربشن لان كل ما الميه هتمتص هيتركز البول تمتص يتركز البول
تحت في الميدلر بار هيبقى تركيز البول معادل لتركيز الانترشيفيوت، فمش هيمتص الا اذا رجع نص البولينا وشدد معاها المايه. دي سؤال من الحقائق الطبيه الجميله اللي ما عندناش مش طبيعي، ان البولينا قد ما تخلص منها بس كل مره نرمي النص ونرجع النص، بعد نلف تاني نرمي النص ونرجع النص. هذا البولينا الاي اتش بيرجع معناها بولينا دي الوسيله الوحيده اللي يستمر عليه امتصاص المايه، والمايه اهم البولينا اللي كل شيء حي من المايه. المايه دي اهم حاجه، تجب اي شيء اخر. ففي سبيل ان انا امتص المايه تحت في الميدلري بارت اللي بتركز البول في الميدلري بارت فقط امتصينا رجعنا نص اليورين، يبقى الاي اتش بيرجع مايه. وعشان يرجع مايه رجع نص البولينا فين؟ عاوز ناس فاهم. المايه ده في الكورتيكال ميدلري، انما البولينا الميدلري بس. طالب اللي فاهم مش حلو انت فاهم ده لسه في مشكله خالص. رجع مايه كتير قوي بقى واصرنا نرجعها في الكورتيكال وفي الميدلري وحتى رجعنا بولينا عشان نرجع مايه، يبقى تركيز البول هيزيد جدا. فالبوتاسيوم في البول هيعلى جدا. هنا خطر بقى، ودم عالي في البول ممكن يرجع تاني للدم يعمل لي هايبركاليميا. وكما انه من الحب ما قتل من البوتاسيوم ما قتل، وقلت الارقام هقولها تاني هفصلها الاجابه. ان البوتاسيوم في الدم لا يصح ان يتخطى رقم الحسد وهو 5 مللي جرام. لو زاد 3 بقى 8 كارت اصفر يحصل. عاوز الكتاب الاصفر ده بقى يبقى كارت اصفر اللي هو انذار، معلش هو مش اصفر قوي. كمان 3 بقى 11 او ده كارت اصفر. مين معاه الفايل الاحمر بقى؟ في شنطة حمراء. كمان 3 10 11 الهارت يقف ستاند ستيل، يبقى اخطر اي مش صوديوم بوتاسيوم معايا. هو نورمال تحت 5 زاد ل 8 لخبطه رهيبه في الاي سي جي 11 نقطه. يمكن قلت لكم السنه اللي فاتت فاكر المعلومات العامه ان الليثال انجكشن قلنا الميتا اللي بيعدموا بيها الناس ما هي الا بوتاسيوم. وبضيف النهارده معلومه، امتى نعمل عام غسيل كالوري في حالتين هقول واحده فيهم دلوقتي؟ لو البوتاسيوم ارتفع في الدم فوق 5 ل 6 ده اذا الانديكيشن انك لازم تعمل غسيل كالوري، الانديكيشن بتاعتك دي مش مظبوطه هيموت الاوعيه عن كده هيوقف القلب. يعني اهم تو انديكيشن امتى نغسل العيانه دي عرفتها لكم دلوقتي قبل ما نوصلها مرض باطنه. لو البوتاسيوم وصل 6 ما بنستناش نحطه على جهاز غسيل صناعي. طب هنا انا عمال اشفط ميه وفي سبيل شفط الميه حتى رجعت يوريا عشان اجيب ميه، فالبوتاسيوم جوه البول تركز. يبقى لازم شويه بالقواعد الفيزيكس ترجع الدم تركيزه عالي جدا في البول الا اذا ال اي دي اتش عمل بوتاسيوم سكريشن. تبقى فاهم كل حاجه ليه حصلت. فتالت اكشن على الكيدني هو بوتاسيوم سكريشن. هو اساسا بيعمل حاجه واحده، بيجيب ميه بس هتوابعها عشان امتصاص المايه يستمر برغم تركيز البول. خد يوريا في المضاد البارت عشان امتصاص المايه يستمر. لما استمر امتصاص المايه تركيز البوتاسيوم جوه في البول ايه؟ زاد جدا. البول لما ركز جدا تركيز البوتاسيوم زاد هيرجع لي تاني. فال اي دي اتش بيعمل بوتاسيوم سكريشن. ده رينال اكشن. في واحد تاني رينال هنسيبه دلوقتي، هنجيله بعد شويه. نيجي الاكسترينا هو اسمه انتي دايريتيك او بازو ايه؟ بازو برسين. يبقى من اسمه بازو برسين بيعمل بازو ايه؟ بازو برستيشن. يبقى بيعمل بازو برستيشن. هنا بقى البازو كونستيكشن عن طريق بازو برسين 1 ريسبتور. طالب يفكر. الميه عن طريق بازو برسين 2. الكونستريكشن عن طريق فازو برسين 1. ما الكونستريكشن الا كونتراكشن. ممكن تقول لي الميكانيزم اوف اكشن؟ يبقى لازم العمليه تتضمن ايه عشان يعمل فازو كونستريكشن كونتراكشن؟ تتضمن كالسيوم. يبقى الطالب فاهم لازم يبقى ايزيتول تراي فوسفين فوسفين هو ده اللي بيطلع كالسيوم. قواعد مش عارف
انت متفكر حط معلومه في الاغلب سايكل ان بي ذات الميه عاوز كونتراكشن لازم يبقى ميزيتون ترايب وسفين. طيب بس هنا حصل مشكله الحقيقه يعني الاي دي اتش بيكون ستريكت كل الفيسلز بما فيها رينا الفيسلز. طب ما كده لما الكليه ما فيهاش دم ما تشتغلش. نشوف الروعه بقى نرجع تاني للرينا فانكشن يبقى عن طريق الفازو برسين 1 اللي هو الايزيتول ترايفوسفيت هيعمل في الكيدني فازو كونستكشن زي بقيه الجسم وهذا خطا لانه هيوقف عمل الكليه. الايزيتول ترايفوسفيت ده كان ليه اخوه اسمه داي اسايل ايه؟ بليسترو اللي هو بيتحول الى بروستا جلاندز. البروستا جلاندز بتعمل فازو دايتيشن يبقى ده لغى ده يبقى عمل كونستريكشن في كل الجسم ما عدا الكيدني لان المين تارجت بتاعه بيشتغل على الكيدني فازاي ما يوديهاش دم وهتشتغل. فهو القاعده بتقول هي من فازو كونستريكشن في كل الجسم ما فيها كليه عن طريق فازو كونستريكشن 1 بيستوب فيه. هو لغى الاكشن بتاع نفسه على الكيدني ازاي؟ بانه خلى الضيق اسايل بيسو اللي هو شقيق الكونستريكشن ترانسفيت يتحول الى بروستا جلاندنز اللي بيعمل فازو دايتيشن. فده بيعمل كونستريكشن ده بيعمل دايتيشن يبقى اذا الكليه ما حصلش فيها لا كونستريكشن ولا دايتيشن وكانما هو بيعمل كونستريكشن لكل الجسم ما عدا الكيدني. كتب الزميل اللي ده عن طريق فازو برسين 3 بروستا جلاندنز كلام عمري ما قريته غير هنا. العمليين دول مرتبطين ببعض دول اخوات فالعالم كله بيسمي ده فازو برسين 1 ايه ومفيش ثلاثة ده يسموه فازو برسين 1 بي بيسموه بس ده مش مكتوب عندنا فانا كاتبه مع الدياجرامز عشان لو فتحت فيسبوكس والهاب انهم عمليين مرتبطين ببعض جدا وعمر هيتكون الاستون ترايفوسفيت من غير ثلاث سنين جسر عمرها حصل فعشان كده ده يسموه فازو برسين 1 ايه وده فازو برسين 1 بي اللي هم مسمينه فازو برسين 3 مش فاهم عاوز اخبار. يبقى خلصنا لمينا نرجع للاكسترا رينا اكشن غريب والله عجيب. احنا قلنا ان الاي دي اتش في الاصل كيميكال ايه؟ ترانسفيت فجزء ان الاي دي اتش اتسرب في النيرفس سيستم انه كيميكال ترانسفيت اهو وصدق او لا تصدق بدل ما ينزل في الهايبوثالام هايبوفيزيا التراكت وهجيبها لكم هو ده السؤال اللي غششتهولكم بتاع الامتحان الجاي ده سؤال مشهور في العالم هينزل عن طريق الهايبوثالام وهايبوفيزيا بورتال سيركوليشن يعني كان الاي دي اتش والاوكسيتوسين بينزلوا عن طريق التراكت والبورتال سيركوليشن اللي هو كيميكال ترانسفيت بيتصرف في سينس وينزل عن طريق البورتال سيركوليشن يروح للبيتيوتري يشتغل كانه بالظبط كورتيكوتروبين ريليسينج هرمون يعمل ايه ده؟ يطلع الاس تي اتش يعمل ايه ده في الاخر؟ يطلع كورتيكو كورتيزول من السوبرايين نظام طلع ايه؟ كورتيزول كورتيزول. حد هنا طالب قال لي الهرمون ده صعب جدا شكله لبن سمك لبن بمر ايه؟ خبر ابيض. هرمون بيعمل مجموعه اعمال مالهاش علاقه ببعض. طالب اسكى قال لي انت على فكره في البرودكت نسيت حاجه في الاي دي اتش نسيت حاجه. قلت له ايه؟ قال لي انت كل هرمون كنت بتبتدي تقول لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ تعالوا بقى في سبب واضح في اسمي جروث وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم وفي ذلك يشابه الانسولين. انسولين وسبب غير واضح في اسمه انا براجع يعيننا على الصيام بانه يزود الجلوكوز والفري فاتي اسيدز وفي ذلك يخالف الانسولين لان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفري ما يحب الشريك وده انتي انسولين. وجيت في البرولاكتين قلت لنا لماذا خلق الله البرولاكتين سبب واضح في اسمه برولاكتين يبقى بيعمل لاكتيشن بس بيسموه برو يبقى من قبل اللاكتيشن بيساعد ديفلوبمنت اوف الريسك ده اللي واضح في اسمه برودكت يبقى لاكتيشن وقبل اللاكتيشن بيساعد ديفلوبمنت اوف الريسك والسبب الثاني غير واضح في اسمه يساعد الرضاعه ويمنع
يمنع الحمل لأنه لا يستطيع أن يكون هناك رضاعة مع حمل للست. يتم تصفيتها مرتين، مرة بالرضاعة ومرة بالحمل، فيساعد الرضاعة مع الحمل. فأنت هنا بدأت تشرح الهرمون وما قلتناش لماذا خلق الله الـ ADH. هو ده بقى السر، هنقول السر بتاعها اللي هو بيربط كل الأكشن زي مع بعض. خلق الله الـ ADH عشان سيمفونية الهيموريدج. من خلال الهيموريدج هتفهم ليه ربنا عمل الـ ADH. أنا حصل لي هيموريدج فقدت دم، يبقى مش لسه هفقد تاني مية في البول، عشان كده هو بيعمل ووتر ري أبزوربش بتوابعه ومصر على الوتر يأبزوربش، لدرجة لما البول تركز في الميدلري بارت وامتنع عن أبزوربشن اتصرف، حط يوريا ترانسبورتر عشان يطلع يوريا تشد مية، البول تركز جدا خاف البوتاسيوم يرجع، فعامل بوتاسيوم سيبريشن. ايه فعلا كل شيء يثبت انه وراء الخلق. ايه الاكشنز المترابطه دي؟ طب انا في الهيموريدج عاوز امنتين الارتيريا بلاد بريشر، عشان كده عمل فازو كونستريكشن تمنتين الارتيريا بلاد بريشر، تمام؟ وعشان ما يعملش كونستريكشن للكيدني ضمن المجموعه لغى الاكشن بتاعه الكيدني، بان الانستول ترانسفيت اللي بيعمل فازو كونستريكشن الكالسيوم الضائع سال جسمه يتحول لبروستاجلاندون يعمل فازو فقط في كده، عشان يبقى فازو كونستريكشن لكل الجسم على الكيدني. طب والاخيره دي بقى الاكسترا رينال، ليه شويه اي دي اتش اتسربوا ونزلوا عن طريق كورتيكو سيربليشن واشتغلوا كانهم كورتيكوتروفين ريليسنج هرمون يطلعوا في النهايه كورتيزول، ان واحد من اهم الفانكشن اوف كورتيزول اللي هناخدها مع الكورتيزول باذن الله انه انتي شوك في الهيموريدج. لو حصل هيموريدج بيمنع حدوث الشوك، لدرجة في الفترة اللي اشتغلها لعبد الله نائم في القصر العيني عيان حصل له هيموريدج في العملية وهيحصل له شوك ولسه البلاد ترانسفيوجن ما جاش، بعتنا نجيب دم عشان يديله دم لسه ما جاش. حقنة الكورتيزول از لايف سيفينج، لو في حقنة الكورتيزول عندها هيعيش، ما فيش عنها هيموريدج، لأن الكورتيزول بيساعد الكاتيكولامينز إنها تعمل بازو كونستريكشن. الله، يبقى فعلا الأعمال مش سمك لبن تمر هندي، ده اعمال مرتبطه ببعض. افضل علاج لعيان عنده سامج بيحافظه على الميه بطريقه بسيطه، وبينتهي الضخ بيعمل فازو كونستريكشن ولغى الاكشن بتاعه على الكيدي عشان يقدر يحافظ على الميه بقى، ما يقدرش يعمل كيدي فازو كونستريكشن وكيدي يشتغل. فالكونستريكشن اللي حصل في كل الجسم لغاه في الكيدي ازاي؟ بالاخير الانستول ترانسفيت اللي بيعمل فازو كونستريكشن عن طريق كانسر عن طريق فازو سيمون لغاه باخوه اللي هو الضائع سال جسر، خلينا زي الكتاب فازو برسين 3 بيتحول الى بروستاجلاندين يمنع الفازو كونستريكشن. وقال ايه اداله شويه كورتيزول ان شويه تسربوا في الهايبوثالامس ونزلوا مش عن طريق تراب عن طريق بوردل سيركليشن، اشتغل ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون يطلع في النهايه كورتيزول. بعدين كتب الزميل اللي في جزء تاني بيتصرف في النيرفس سيستم او في الاصل كيميكال ترانسميت وما نعرفش بيعمل ايه، كتب unknown function الزميل، وفي الهديه كتب لكم انا unknown function بس انا احب اقول function اللي هو for them is unknown. هو ليه ربنا من الاول قلت ان الاي دي اتش الاكسبريشن الجمله اللي ما سمعتهاش متاكد في المحاضره ان هم في الاصل كيميكال ترانسميترز، هم مش هرمون، هم في الاصل كيميكال اهو عاملين يتسربوا جوه النيرف سيستم شويه ينزلوا عن طريق كورتس سيربليشن جابها الطرف. الاي دي اتش والاكسبريشن اللي هنجيله بعد شويه بيتسربوا في النيرف سيستم ويكشفوا القناع على وجهين ويقولوا احنا في الاصل كيميكال ترانسميتر، يشتغلوا في الميموري. الاي دي اتش يعمل تثبيت للذاكره كونسوليديشن اوف ميموري، والاكسلوسين يعمل امنيزيا فقدان للذاكره. وفي تامل خاص كما هي العاده لعبد الله، ليه واحد يفقد الذاكره وواحد يقوي الذاكره؟ هو اساسا زميل كتب النون فانكشن، انا مش كاتبها ان احنا لديها زي الكتاب النون فانكشن. الاكسلوسين بتاع الولاده
تمام؟ ربنا أمرنا إن إحنا نتكاثر ونعم الأرض، بس البلد دي مهلكة جدا جدا جدا، حتى ما تجيبش أبدا طفلة تحضر الولادة بتاعة أمها، إنها يحصل لها سيكولوجيكال تروما لما تشوف الأم بتولد بتتألم جدا. طب كيف تقبل الأم على إعادة الولادة لو تذكرت الآلام الرهيبة بتاعة الطالب؟ عشان كده جزء من الأوكسيتوسين اللي هو هرمون اللي بيقبض الرحم ويعمل ولادة بيتسرب ككيميكال ترانسميتر في المخ ويعمل لوس اوف ميموري، امنيسيا، شيء رائع. فما تتذكرش تألمك جدا، بس اهم حاجه بتخلي واحد يخاف ايه ده؟ انه فاكر الالم، هي ربنا نزلها الالم. اما في الهيموريدج فكر معايا، ده نتج من حادثه، من عدم تدقيق. واحد في المطبخ قطع ايده بالسكينه، واحد بيشتغل على مكنه حط ايده بالمكنه، واحد بيعدي الشارع مش واخد باله دهنته سياره. المفروض الكلام ده ما يكررش تاني، المفروض يتذكروا كويس قوي حتى لا يتكرر ثانيه. عشان كده تصرف جزء من الاي دي اتش وعمل كونسيديشن اوف ميموري، ده غير السنسيتايزيشن في سي اس. انك انت لما يحصل لك حادثه فظيعه كده هتبقى عندك سنسيتايزيشن، انت بتعمل نفس العمل ده، انما ساهم فيها الاي دي اتش ككيميكال فانكشن. ده اللي كتبه الزميل ان نون فانكشن، اللي هو ليه طلع في سي اس وتصرف، الله اعلم، ده بيتفسح في سي اس. ومن اول طبعا ما كتبوش الكتاب باي وضوح او غير وضوح ان ده في الاصل كيميكال ترانسميتر. هما اتنين بيلعبوا على الميموري، واحد يضيع الميموري، واحد يثبت الميموري. ده واحد من اكتر الهرمونات اللي عاوز افهم عميق ويفرق انت سمعته من مين، هل تسقيف جماعي ولا فهم عميق؟ سيمفونيه في الهيموريدج. يبقى كل هرمون وعدتكم ان احنا نقول لماذا خلق الله هذا الهرمون. لو فكرت في الهيموريدج هتفهم كويس قوي. لازم الاستور الماء الدم اللي فقط لازم يعمل اوضه دي ابزوربشن، هو بيروح في الكورتيكال بارت. طب في الميدلري بارت مش قادر يمتص الماء ليه؟ لان الجول تركز خلاص، فبقى بره زي جوه، يمتص زي، الا اذا حط يوريا ترانسبورتر ورجع نص البوليله اللي مش عاوزينها عشان يرجع الماء، الماء اهم. رجع ماء بكميات رهيبه تركز البول، البوتاسيوم عالي جدا في البول، هيرجع الدم يموتك، فعمل بوتاسيوم سكريشن. ده رينال اكشن، اهم رينال اكشن. طب اكسترا رينال اسمه فازوكريستين، يعمل فازوكريستيكشن تو مينتين ارتيال بلا بريشر، وان كان اهم واحد لمينتين ارتيال بلا بريشر هو الانجيوتنسين 2 مش الاي دي اتش. الراسيس هو الاهم، بس ده بيساهم. حتى اذا حبيت تعرف ليه ده مساهمته قليله شويه، ان الارتيال بلا بريشر بيساوي الكاردك اوتبوت في التوتال بريفرال ريزيستنس. طب هو بيعمل فازوكريستيكشن بيساوي توتال بريفرال ريزيستنس، بس وجد ان الاي دي اتش بيعمل سلايت انهبيشن في الار، فبيقلل الكاردك اوت، عشان كده الزياده في الارتيريال بلاد بريشر ما بتبقاش قويه جدا. اهم واحد بيزود الضغط مش الاي دي اتش في الهرمون، الانجيو تنسين 2 ده قلت لكم قبل كده، الكلام ده قلناه قبل كده. لما عمل فازوكريستيكشن لكل الفيسل اكتشف انه ضمن الفيسل اللي حصل لها كريستيكشن الكيد، لو الكيد ما راحلهاش دم يبقى لغى رينال اكشن. هو لغى الفازوكريستيكشن بتاع الكيد ازاي؟ الطالب فاهم قوي دلوقتي، بس فهم ايه الرابط بين الانستول ترايفوسفيت وضيع سيرفيسو. الانستول ترايفوسفيت كالسيوم فازو ترانسفيكشن باي اسايد بيسو، يتحول لبروستاجلاند يعمل فازو ده في الكيد، اتلغى الاكشن، يبقى كله كونستكتد ما عدا ايه؟ رين. طب نيجي نرجع تاني الاكسترا رينال، شويه اتسربوا ما ينزلوش عن طريق التراك، هو ده السؤال هيقول، ينزلوا عن طريق البورتال ويشتغلوا يدوك حقن الكورتيزون ككورتيكوتروبين ريليسنج هرمون. وشويه كتبهم الزميل بيتسربوا في سي ان اس وكتب انهم فانكشن يذكروك بالحادثه التي ادت الى الهيموريدج كونسيليشن اوف ميموري. هذا هو الاي دي اتش كما ينبغي ان يفهم، والا فلا. قطاع قلت لك الغلطه اللي عاملها الزميل، مفيش النهارده في 2 بتاع المايه ده صح، V2
V1 و V3 لا النهارده بيسموهم V1 A ده الانستول درايف سبيد و V3 ده الطريقه اسمها الاسم هو بيسميهم 1 و3 كلام قديم خالص بس كانوا هما مرتبطين ببعض عشان كده بيسموهم فازوبرسين 1 A فازوبرسين 1 B كاتب لك انا المعادله الجديده اللي ما قدرتش اكتبهاش في الدياجرامز نيجي الكنترول سهل بقى كنترول اسهل بصوا معايا بفضل هو بيزود المية يبقى بيزود بلاد فوليوم بيزود المية يبقى ينقص الاوزموتيك بريشر يبقى بيزود فوليوم يبقى بيزود مية وبينقص الاوزموتيك بريشر لما بيزود مية فامتى يطلع انت تقول لنفسك بنفس الطريقه في الامتحان لو الفوليوم نقص او لو الاوزموتيك بريشر زاد ترتيب المعلومات ايكوال امبورتنت هو بيطلع بزياده في الاوزموتيك بريشر مقدارها مش 100% مش لما يضاعف 1% بينما عشان يطلع بسبب نقص الباد فوليوم لازم الباد فوليوم يقل 10% فعشان كده اهم حاجه تقول بزياده الاوزموتيك بريشر دي واحده وثاني واحده بنقص الباد فوليوم طب عايزين نكتب شويه ديتيلز ازاي زياده الاوزموتيك بريشر تطلع ال H صدق ولا تصدق سوبرا اوبتيك نيوكليس اللي بتطلع ال H هي نفسها بتشتغل از اوزمو ريسبتور فهو الاوزموتيك بريشر عشان ياثر لازم يشتغل على اوزمو ريسبتور الاوزموتيك بريشر يشتغل يعني يروح يالف يخترع الكلام يبقى هياثر على اوزمو ريسبتور مين الاوزمو ريسبتور هو نفسه السوبرا اوبتيك اللي بتطلع ال H لما الاوزموتيك بريشر يزيد تشفط ميه من الميجا سيلور نيرونز الزبوت بريشر مره عالي وشاف الميه فيحصل لها دي بولاريزيشن تبعت مور اكشن بوتنشال تطلع مور اس دي اتش سي دي اتش يبقى تاني لو الزبوت بريشر بتاع الدم زاد هتشفط الميه من الميجا سيلور نيرونز اللي هم الاوزمو ريسبتور في نفس الوقت يحصل لهم دي بولاريزيشن تفتح شانل تعمل دي بولاريزيشن تبعت مش هو بيطلع بالاكشن بوتنشال يطلع اكشن بوتنشال في التراك يطلع مور سي دي اتش تاني اسم بيطلع بنقص الباد فوليوم في الهواء عن طريق هي اللي هي فوليوم ريسبتور اللي هم مين؟ اللي هم الانتا ريسبتور يبقى تأثروا بالسنترال فينس بريشر وبيتعادلوا الانيبيتوري امبلس فلما السنترال فينس بريشر تقل الانيبيتوري امبلس طلع من الانتا ريسبتور تقل فيطلع اي دي اتش ولكن لا تنسى بس اقل اهميه ان الارتيريال بارو سيبتور اللي موجوده في الكاروتيد ساينس الاورت الارش برضه بتبعت انيبيتوري امبلس فلما بننزف الارتيريال بارو بريشر بيقل فبرضه تبطل تبعت انيبيتوري امبلس فيطلع الاي اتش يبقى هننسى هنجمع بطريقه حلوه اتنين بحرف الاي يبقى الاي دي اتش حرف الاي بيطلع بالاتريال ريسبتورز والارتيريال بارو سيبتور وهما الاثنين بيبعتوا انيبيتوري امبلس فلما ننزف بيقل الضغط سواء السنترال فينس او الارتيريال فيبطلوا هما الاثنين يبعتوا انيبيتوري فيطلع الاي اتش بس مين الاهم حتى اسمه واضح مش الارتيريال الاهم هو الاتريال لان هما ده اللي سموه فوليوم ريسبتورز الارتيريال بارو سيبتور ما بيسموهاش فوليوم ريسبتور بيسموها هاي بريشر سيبتور الاتريال بيسموها لو بريشر سيبتور عشان سنترال فينس بس بيسموها كمان فوليوم ريسبتور الاتريال اهم من الارتيريال هما اتنين شغالين ليه ده هما التلاته نسكت شويه عشان العدد عاوز يخلص النهارده اللي عنده اسئله انا هقعد ربع ساعه تحت بس يعني دي اسئله تالت حاجه البيتا ادرينرجيك ستيمولنت كنت قلت البي بي بي البي بي 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 اكسبت على ثلاث حاجات هار دي كانت اهم حاجه في اولى وهرمونز بيطلع الهرمونز والميتابوليزم اللي حافظين القواعد البي بي بي ده بيقلل كل حاجه بس تزود ثلاثه الهار هرمونز والميتابوليزم فعشان كده دي كانت بتزود الايه نمره اربعه كتبها زميل بطريقه يعني ساب الحقيقه الاهم وجدل الاقل اهميه ان لو خدت مورفين او ترانكلايزرز حاجات مهدئه المورفين ده بينايم شوف او انستاتكس ينامك خالص ويخطرك كل دول بيزود الاي دي اتش ما لم يكتبه الزميل وهجيبها لك سؤال مع انه مش كاتبها ان احنا قلنا كل الهرمونز او معظمها عندها ديورنال ريدل اختلاف يومي
فقلنا الجروث هرمون بيزيد في السليب والعبد الله فهمكم بانهي منطق بيزيد في السليب لان النمو احسن during sleep في الفيرست 2 hours والبرولاكتين كمان بيزيد في السليب وبانهي منطق ان الست عمليه مجهده لازم ترتاح بدليل كان بيزيد جرادولي وكل ما تطول النوم ترتاح اكتر لتقوم الاي دي اتش كمان بيزيد بالسليب لاننا وي دو نوت وونت ان يتجمع بول كتير واحنا نايمين فنقلق من نومنا ونقوم عشان نفضي فعشان كده من ضمن الهرمونات اللي بتزيد بالسليب كان لازم يكتبها الزميل السليب هو الاي دي اتش وعلي اي حاجه تنيمك تطلع الاي دي اتش مورفين ترانكلايزرز انستاتكس واحد نايم لازم بول يقل ان هيقوم يفضي ازاي يضطر يقوم الانستاتيك هيقوم ازاي ده المنطق الالهي الواحد ان الحاجات اللي بتنيم بتطلع الالياج لانه لا يستقيم ان حجم البول يزيد في الفين ده معناه انا كان قوم عشان تفضي على بعد كميه معينه ما كتب لناش انه يجيب في السين ما علي انما كتب لنا القاسم المشترك وهو الاستريس يجي اللي بعدها طب ايه اللي قال لي الاي دي اتش؟ اعكس بدل زياده الزود بريشر نقص الزود بريشر بدل هيموريدج يطلع الاي دي اتش زياده الضغط فوليوم بدل بيتا ادرينرجيك ستيمولانت بقت الفا ادرينرجيك ستيمولانت والدراجز مفهومه قوي قوي الناس وبئس المصير اللي هتطلب عنا بتشرب هيدروليكس برضه ازاز كبيره يحصل ايه في حاجه تقول طبعا انكم جاوبتوها دي ابره المفروض انت تعرف ازاي كتير الواحد يمسك له ناس بيبسي ويستخبى ده يشوفه بيشرب بيبسي مش يبقى طالب في سنه ثانيه عارف ان البيره بتزود البول بيقلل ايه دي ده مع الفيل وعشان كده فيل وتلاب البراط يحطوا جنبيها الطريقتين الشيء لزوم الشيء يشرب ويفضي يشرب ويفضي يسمع ليه رايح جاي الكوليكس ازاي زود البول انها بتنقص الانتيبيوتيك بتنقص الانتيبيوتيك فيحصل نقص ده معلومات عامه تبقى عارفها نيجي في حاجه بقى عاوز اقولها هم مش كاتبينها بس بحب اقولها طب لو انا زودتها الهديه هم كاتبين خمس حاجات بتزود لو انت ستة بقى ما انت زي كده سبحان الله في خلقين الاي دي اتش بالفطره عنده فكر ربنا حط فيه فكر تصور انه في النوزيا في غثيان النفس بيزيد حاجه مش عارف ازاي زميلي ما كتبهاش 500 تايمز مش يزيد مرتين 500 تايمز انا عاوز تعيشوها تفهموها بالكونسبت بتاع العبد الله هو النوزيا غثيان النفس دي مقدمه لايه؟ للفومت اللي هو هي فقدان ميه فالاي دي اتش ما بيستناش لما عرف انك ها تفقد ميه الوقايه خير من فطلع عشان يحافظ على الميه ان عارف ما ينفعش تفقد ميه في البورتي مش لسه كمان هتفقد ميه في اليورين فقبل ما الحدث يحدث يعني اروع من الليسته اللي مكتوبه لو قلنا بيطلع بنقص الفوليوم ده الاروع لو فهمت اللي يقول عبد الله ده هو يطلع لو عرف ان الفوليوم ها 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 ينقص مش نقص يعني في الليسته يطلع بنقص الفوليوم 10% هنا الاروع مش لو الفوليوم ناقص لو عرف ان الفوليوم حيط وهذا انما يثبت انه وراء الخلق خلق فازاي فوتها ناس ما بتتاملش في الكلام حاجه بتزود الاي دي اتش 500 تايمز ما تتكتبش وانه بيزيد في السليب ما تتكتبش طب نفهم منها ازاي الترانكلايزرز والانستاتكس والمورفين ليه بيزودوا الاي دي اتش ليه ربنا عمل دول يزودوا اللي يستقيم البول يقل فيطلع الاي دي اتش ان النايب ما يصحش لو اتمنت اليوم اللي لازم يقوم يفضي وفعلا بتحصلك لما تبقى شارب ميه كتير قبل النوم وجمعت قبل ميعاد صحيان انقرضوا فعشان الاي دي اتش بقى عشان يخلي معظم الاهالي طيبه وجميله بيطلع ديورنج سليب عشان يقلل حجم البول عشان ما اضطرش كل الليل اطول فما تيجي تمشي ما اي اصلا اي حاجه سليب
أي حد أي حد ليس أوردس هاردولي خمس سنين بس وانا مش عالوه بسولجي كويس بس يخسرها مش غير سنتين يلا بس على قد سنتين بنحاول These orders of the of ADH أول مرض اسمه diabetes insipidus ولاحظ التشابه مع كلمة diabetes mellitus كلمة diabetes في اللغة معناها large volume of urine حجم بروك كبير diabetes فين الزكاة دي جدا diabetes يعني بول حجمه كبير mellitus يعني sweaty حلو إنما diabetes insipidus يعني tasteless لا طعم له ليه؟ في diabetes mellitus العام بينزل بول كتير ليه؟ بينزل جلوكوز وجلوكوز بالإسموز الشد معي عشان كده كل الناس عارفة إن عندهم سكر بيروح التواليت كتير سكر شد معاه شد معاه رايح فين؟ بس في سكر وطعمه حلو ما في insipidus مفيش ADH فما يمتص المية فينزل مية بس فيبقى tasteless وهنا يحلو ليه ان انا احكي لكم القصة دي فحقية عن والدي رحمه الله وده كان اول دفعة في كلية طب القصرعين اتخرجوا 11 طبيب على مستوى الجمهورية لان ما كانش في عين شمس والمنصورة والاسكندرية هي القصرعية بس فكان اطباء مصر يبقوا عارفين بعض في القطر مصر لا مش هقول طبعا حتى طالب كمان يسالني طب قبل راس عيني يعني اطباء كانوا بيتخرجوا منين قبل الدفعه بتاعت والدي رحمه الله من مدرسه الطب لمحمد علي كان هو اول كان فيها مكان راس عيني بس كان اسمها مدرسه الطب لمحمد علي لكن هو اول دفعه راس عيني لدرجه ان لما جم يعملوا كتاب تاريخ القصر عيني وكان صديقي وكيل الكلية كنا أصدقاء جدا عاوز يكتب الكتاب ده بقى في معلومات كثيرة ما عرفوهاش فرتبت يعني جلسة مع الوالد رحمه الله كان في الوقت ده حي الجرفة وقال لهم تاريخ ازاي بدأ القصر عيني وكان تبالي حتى يتفاخر انه يقول لي ان هو كان الثاني على التنوية العامة بس كانت بتبقى معاه الشهادة بتاعته كان يقول لي انت من 30 الاوائل انا افضل منك هو اللي هو التاني انا اقول له ايامنا كانت 500,000 يعني انت 500 احنا 500 جنبيها ثلاث اصفار هو دول التاني كان يقول انا التاني عندهم ما عليك فكان يقول لي القصة دي بقى دائما ابدا يقول لي هو الطب على ايامكم طب ده احنا كنا زمان بنشرب البول وبنشرب البول ازاي يا عم يقول لي جالنا العيان في العاده يقول لنا يا دكتور انا عندي بول كتير قوي يا دكتور بقول له طب انا عندك كتير تديني شويه يمسك البول ويدوقه حلو ابنك كده حلو طعمه حلو يقول له انت دايبيتس مليتس ميه بس يكمل دايبيتس انسيبلس ده اصل الكلمات جابوها منين ده كلام رين عشان واحد يسأل هل كانوا بيدوق البول؟ كانوا بيدوق البول ما كانش فيه شرايط البول والكلام ده كله اللي تعرف جلوكوز النو قايم ده قول لي وايه انك تدوق البول حلو ولا مش حلو؟ ماي عليك تعرف دايبيتس مليتس ولا دايبيتس انسيبتس طيب نيجي بقى ناخد الدايبيتس انسيبتس اللي هو موضوع بسبب عدم وجود الاي دي اتش افهم هحط قواعد تاني الهرمون لوحده ينقتل الريسبتور لوحده ينقتل الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ينقتل وعليه الطالب فاهم لما يجي لك اي هايبوفانكشن لازم ليه سببين يا اما الهرمون مش موجود يا الريسبتور مش موجود زي خدناها قبل كده في الجروث هرمون لا ده اشهر نوع ما كانش جروث هرمون مش موجود الريسبتور هو اللي مش موجود لا لندور في سفر فنفس المنطق هنا ان يا اما السفرة اوبتيك نيوكلياي باظت ما بتطلعش اي دي اتش حتى يسموا هذا النوع سنترال دايبيتس مليتس دايبيتس انسيبتس ليه سنترال؟ لان ليه جنب في السنترال نيرف سيستم يا اما النفرون
ما عليهوش في ديفكت في ال V2 ريسبتور او الاكوابورين 2 شانلز. يبقى هنا العيب في النفرو، فيسموه نفروجينيك نفروجينيك دايابيتس انسيبلس، نفروجينيك دايابيتس انسيبلس. تمام؟ يبقى هنا يا هرمون يا ريسبتور. الهرمون طالع من السنترال نيرفو سيستم، عشان كده يسموه ده سنترال دايابيتس انسيبلس. في سؤال هنا مش كويس هجيبه لك، لو حصل ليجن فيل تراكت او في البوستيريور فيوتري في التيرنالز، يبقى هنا في خلل في الستورج بس ما يحصلش دايابيتس انسيبلس. لازم الخلل يبقى في السوبر اوبتيك في الجرعه سنترال نيرفو سيستم، لان لو التراكت مقطوع افهم معايا الهرمون اللي اتعمل هيدخل دايركت انتو بلاد، مفيش تخزين، هيحصل ديفكت طبعا، بس ديفكت لا يرقى ان نسميه دايابيتس انسيبلس، زياده طفيفه في حجم النوم. طب ما احنا لو شربنا ميه عادي هتزيد شويه، هيقول عليها بيت مريض اطلاقا ده. فعشان كده عشان المرض يرقى بنسميه دايابيتس انسيبلس ونعالجه، لازم الليجن يبقى في السوبرا اوبتيك نيوكلاي، نوت تراكت نوت بوستيرور بتيوتري. ده السؤال اللي هيجي لكم، ما تغششوا اسئله انا حافظها الاسئله. طب النيتروجينيك ديفكت في ال V2 ريسبتور على اكوا 2، انت بتجيبهم 2 الميه تملي تبقى ايه؟ 2 2 2 2. ايه اللي عندها بيشتكي من ايه؟ بوليوريا، بول كتير 10 لتر في اليوم. فين السؤال؟ لوس سيدي جرافيتي، دي كانت مهمه جدا في تاريخ الطب لما اخترعوا العوامه اللي بتقول هل السيدي جرافيتي هاي ولا لو؟ ان اللي عنده دايابيتس ميليتس البول مليان سكر فالسبيسيفيك جرافيتي هاي، انما لما يبقى ميه بس العامة بتغطس جامد لان لو سبيسيفيك جرافيتي. فحطوا لي دايره حوالين لو سبيسيفيك جرافيتي، دي اللي عفت الاطباء من ان هم يشربوا البول العوامه دي. فعشان كده بقى ده سؤال في العالم مهم جدا، قبل الشرايط اللي بتقول فيه الجلوكوز ولا لا، العوامه دي حلت المشكله. هل هاي سبيسيفيك جرافيتي يبقى دايابيتس ميليتس ولا لو سبيسيفيك جرافيتي يبقى دايابيتس؟ عم بيفضي 10 لتر في اليوم، لازم يشرب 10 لتر ولا يموت. فولي ديبس يعني يشرب كتير. اسمع بقى الجمله دي مهمه قوي. لو الدايابيتس انسيبلس اوف سنترال تايب، يعني باظ السنترال نيرفو سيستم واخد ضمن ما اخذ البيرسنت، يعني الليجن في الهايبوثالامس خد حاجتين، خد السوبر اوبتيك نيوكلاس ومصادفة غريبة خد التير سنتر، يعني مش هيشرب. This patient will die. دي تبقى فيتال كونديشن. لو الليجن في الهايبوثالامس خد السوبر اوبتيك يبقى هفقد ميه وخد التير سنتر، يبقى مش هيعوضها لانه مش عطشان ومحدش هيشرب بالعافية. لان دي حاجات اورجانيك ما نقدرش نزقك دفعا للاكل والشرب والجنس، لا يدفع ليها الانسان، لازم يبقى في ديزاير لكن ما يدفعش ليها ابدا، فيموت على طول عيان. لو زاد الاي دي اتش بقى طب ما هتزيد، كما انه من الحب ما قتل من الماء ما قتل، ووتر انتوكسيكيشن. تصور التعبير العنوان غريب قوي، ان الميه دي اللي احنا يعني شايفينها حاجه فيري بيناين، لو زادت هتموتك، ويسموها ووتر انتوكسيكيشن لو زادت الاي اتش. من الحقائق الرائعه ان اشهر سبب بيزود الاي دي اتش مش ورم في السوبر اوبتيك نيوكلاس طلع الاي دي اتش، هو اكتر سرطان بيحصل الارواح في العالم. ده سؤال يعني ملوش علاقة مع فقر معلومات العالم. ما تلخبطش، سرطان الثدي في الأنثى أكثر سرطان بس ما بيحصلش الأرواح، معظمهم بيخف. مين نمبر 1 كيلينج كانسر أوفر ذا وورلد؟ لانج كانسر. ونسبته في مدرستين، ناس يقول لك 90% مدخنين و10% غير مدخنين، ناس يقول لك لا 20 لواحد. يعني نسبة الكانسر لانج في المدخنين غير المدخنين مش 9 لواحد 20 لواحد. هو الناس خايفة تموت وخايفة بوقت التحليل من الكانسر، حتى يسموه المرض اللي ما تسماش، خافوا كده. وأكثر كانسر بيحصل أرواح والله
يمكن أن تتفاديه بنسبة 90% شخص توقف يا بدر عن التدخين. عشان تخاف الموت خاف الكانسر. طب أكثر كانسر يموت يمكن تفاديه مجرد أقلعت عن التدخين. وعشان كده دلوقتي التدخين فيه حملة عالمية ضده. اللانج بيطلع اللانج تيومر صدر لو صدر بيطلع ADH وكذا وكذا البنكرياتيك تيومر. اسمع الجمل دي عشان تبقوا فاهمين لان في حتى بلاقي معيدين مش فاهمينها. هي اللانج عندك وعندي بيطلع ADH؟ لا، لكن اللانج تيومر ممكن يطلع ADH. اسمع الجمله دي، اي هرمون مش بس ADH كان بي سيكريتد فروم نون اندوكراين تيشو. عندنا انواع تانيه بس ده اشهر مثال منهم من تيومرز بتطلع هرمونات وهي مش غده صماء، ودي مش غريبه هفهمها لك اكتر. كل خليه في جسمك ان شاء الله بتاعت الجلد عندها البوتنشاليتي انها تعمل كل خلايا الجسم. امال هم استنسخوا ازاي النعجه دولي بخليه واحده طلعت انسان كامل؟ فما ليه بتستغرب ان اللانج تيشو ما هياش الدوكراين الكيشو ممكن تطلع ايه؟ لأي خلايا ممكن تعملها من الاول لاخر. واظن ده اسم الفيلم سير جيتس دلوقتي نزل مصر، اظن تحت اسم المدراء خلاص. هو على فكره ما يدوسوش فيه غير الاطباء وقالوا الطب، لانه عن بالعكس بقى استنساخ بني ادمين. يعني تاكل خليه واعمل واحد زيك بالظبط. اي خليه عندها البوتنشال انها تعملها كاملا، واظن ده فكره بتاعت الدنيا خليه واحده عامله بتاعتها كامله. فليه انت مستغرب ان لانج تيومر نان اندوكراين تيشو يطلع الاي دي اتش؟ اقتنعت بيها؟ ده احنا جميع الهرمونات ممكن تطلع من نان اندوكراين تيشو. ليه؟ افهمها دي فقط المعلومات العامه. لان كل خليه من خلايا الانسان عندها البوتنشياليتي انها تعمل انسان كامل. هو فعلا بدء نشء الانسان من خليه واحده. خليه واحده. لما اندمج البويضه مع الاستيرم ايه كل واي خليه فيك ممكن نعمل بيها شخص ثاني. ثيوريتيكال صح 100% ونفذت في حاله النعمه دول. وعاوز تتفرج عليها في يعني في الخيال العلمي الفيكشن، اتفرج على فيلم سير جيتس اللي هو تحت اسم البلاء نزل دلوقتي. اوكي على اسم انساخ الانسان. لو اديكم مزاج يعني انا عارف ان انتوا بتوع علم ان انا راجل بتاع فلك. لما يزيد بقى الـ ADH هيزود المياه جدا. اكتر خلايا هتضار بزيادة المياه هي البرين سيلز. اكتر خلايا تضار هي البرين سيلز. فيحصل برين إديما كومبالشنز كوما أندل. كما انه من الحب ما قتل من الماء ما قتل. وصدق او صدق اكتر مرض بيزيد فيه الاي دي اتش مش ورم في السوبر اوبتيك نيوكلس اللي بتطلع الاي دي اتش، لانج كانسر اللي بيحصل اكتر بشر. واحد طرق قتله انه بيطلع اي دي اتش يزود الميه يملا لك البرين بميه يحصل لك تشنجات وغيبوبه وموت. احد طرق مش دي الطريقه الوحيده للقتل في اللانج كانسر. اوكسيتوسين ده اسهل كتير. اوكسيتوسين من كلمه اوكسيتوسين وده لا يورث ومعناها اكسلريتنج يسرع الولاده والفرص ما يخلفش اكشن اند كنترول. مش عيد نفس الجمل هي هي اللي قلتها قبل كده. كيمستري نون بيبايت بيتعمل في الميجا سيلر نيرون كبري برو هرمون هي هي وينزل كبرو هرمون مع سكيتوجانيولز الونج ذا تراك ويختزن في البسكت وهو كيميكال ترانسميتر فبيطلع باكشن بوتنشال والكالسيوم والاكزوسيتوز هي هي ما عيدهمش تاني عيد بقى اتومي مارك اكشن اند كنترول. يا عبد الرحمن من غير ما اتكلم يبقى ده نظري مهم وسهل. حتى لو نسيت انا قلت اكشن كنترول 14 هرمون هم 14 انا عارف نظري مهم وسهل. فين؟ في الاندوكراين والريبرودكشن مش الاندوكراين بس. يعني كان اول وثاني هناخد 14 هرمون. الاكشن كنترول دي سؤالين من الثلاثه. اوكسيتوسين من كلمة أكسيتوسيك ومعناها أكسيريتنج ليبر يبقى 100% بيعمل على اليوتراس
contraction. بس هذه ليست أهم وظيفة الولادة. ليه؟ لأن في هرمونات تانية غير الأوكسيتوسين بتعمل البرانك كونتراكشن بتساعد الولادة. مش كده لو بدأت بهذه الفانكشن صح مش هتاخد فورمار. يعني مش دي أهم وظيفة. لأن الأوكسيتوسين مش متفرد فيه، في غيره بيعملها. إنما الوظيفة الوحيدة اللي متفرد فيها الرضاعة اللي هو الميل ليت داون إفكت. انه بيساعد البيبي انه يرضع. ازاي؟ هنشوف. دلوقتي النبل الضغط طويله كده وفي في الاخر الانبيرال. انا عاوزك تبقى فاهم مش حافظ. انت لما تجيب طفل مش بيبي وتقول له تديله الشاليمون الشفاطه دي وتقول له اشفط بيها ساعات عنده مشكله. تخيل بيبي الساكلينج باور بتاعته ضعيفه جدا ما يقدرش يجيب الميلك من بعيد كده في ضغط طويله وفي اخرها البيلاي. فالاوكسيتوسين بيسهل عليه العمليه. بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن لخلايا حوالين الانبيلاي اسمها مايو ابيثيليال سيلز. يعني عندها مقدره للانقباض زي المصري مايو ابيثيليال سيلز يعملها كونتراكشن فيسكويز الانبيلاي فالميلك يقرب للبيبي. حتى يسموها بعض التكسوكس مش عندنا ميك ليت داون افكت. يعني ليت ذا ميك داون نزل الميك ناحيه البيبي سهل على البيبي او مجازا يكتبوها ميك ايجكشن. تلاقي بعض الزملاء حتى صار ما يعرفوش يعملوا الرسمه دي كويس يرسموا رسمه لها بديله غريبه جدا يرسم بريست كده وطالع منه اسود ميك ايجكشن. ده الفرق. تذكرني بمسرحيه انا هايس واخويا لايس سمير غانم. المسرحيه دي طلع سمير غانم لابس واحده سلك وعامل ثديين كبار قوي قوي كده. فجاه هو بيكلم واحد ودون ان نتوقع لقينا صاروخين طالعين في وشه. المسرحيه اسمها اخويا هايس وانا لايس. فكل مره ابص على الرسمه دي افتكر العبط ده. تخيل لو الاوكسيتوسين فعلا مش مجازا بيعمل زي ما الناس فاهمه ميلك ايجكشن. يبقى واحده بتكلمك وانت واقف محترم قصادها وفجاه فكرت في البيبي. هنقولها دلوقتي. ما هو التفكير في البيبي بيطلع اوكسي توسي تلاقي صاروخين في وش. ايه العبط ده؟ ميلك ايجكشن مش معناه ان البيبي بيجي في الشارع. ده هي التعبير ده تعبير مجازي ميلك ليت داون بيقرب الميلك من النبل عشان السكلينج باور بتاعت البيبي ضعيف ما يقدرش يشرب البيبي. وغلطك في الام اس كيو المره الجايه هقول لك الاوكسيتوسين بيساعد الميلك سكريشن. غلط. السكريشن ده كله والاكشن ما هي الا كونتراكشن. طب اتفضل. طب نيجي بقى بيساعد الولاده. الولاده ثلاثه ستيجز. اول ستيج ده بيقعد فتره طويله جدا خاصه لو كانت ست اول مره تولد. اللي مطلوب بص الايد بفضل السيرفكس عنق الرحم بتاع الفيميل اللي هو قد عقد الصباع الصغير يتسع عشان يفوت راس البيبي اللي هو في اصغر قطر فيها حوالي 11 ل 12 سم. يعني تخيل حاجه قد كده هتبقى 11 12 سم عشان تفوت راس البيبي. ده بياخد وقت طويل جدا خصوصا لو اول مره بتولد يسموها برايمترا. لكن في ثاني وثالث ولاده بياخد وقت اقل. يبقى الفيرست ستيج بيبقى السيرفكس والفاجينا حته واحده يسموها بيرث كانال. بيرث كانال. السكند ستيج الرحم ينقبض ينفض البيبي. الثيرد واللاست ستيج ينقبض ينفض المشيمه. المشيمه البلاسنتا. يبقى الاوكسيتوسين بيساعد السكند والثيرد فيزز اوف ليبر. سكند مش الفيرست مش التساع. وما هي الا كونتراكشن؟ ده هنا الرضاعه وده الولاده. ثالث فانكشن في الجماع. قلنا خدنا معلومه ان الايجاكيوليشن بس عاوزين نصلحها ده بيعمله السيمباثيتك. السيمباثيتك بيفضي السيمينال فيسيكل والبروستيت. لو كنت فاكر السيمينال فيسيكل والبروستيت ده مين؟
بالذات فعلا السيمناتيك هو اهم واحد جيبليش. لكن اللي ما قلناهالكوش مين بيعصر التستيكل والإبيديليس؟ الأوكسي توس. إذا هو بيساهم في إيجاكيليشن ده لسه. طب ده في معلومة، ده الميل لما إيجاكيليت يبقى السيمن هيقع في الفاجينا، بينما الفيرتلايزيشن كلنا عارفين بيحدث فين؟ مين فاكر؟ الفالوبيان تيوب، حته منتفخه كده اسمها امبولا، الامبولا يعني فوق خالص، مش بيحصل في الفاجينا الفيرتلايزيشن فوق. هبقى اقولها لكم على الريبرودكشن، يبقى الفيرتلايزيشن ادي اوفر ما دي سبيرم، هبقى اقولها بطريقه فاني اقولها لك دلوقتي. فعل فاضح في ميدان عام. الفيرتلايزيشن انتقاء السبيرم الاوفر في اوسع حته في الفالوبيان تيوب، فعل فاضح في الأمبولة وفي الأمبولة. And you are running short of time. عارف لو الوايدة فوتت الحتة دي ما تقدرش يعملها في البلايزيشن. فاحنا عندنا الوقت مهم جدا. فعشان كده الأوكسيتوسين في الميل بيساعد إيجاكوليشن بتاع السيمين. في الفيميل بيقبض الرحم في أثناء الجماع الجنسي. فلما الرحم ينقبض وينبسط ده يكريت نيجاتيف بريشر، يساعد ان هو يساك السبير عشان يبقى يسهل عليه المأمورية اللي يروح للفالوبيان تو. يبقى انا عاوز تأمل خاص في الحته دي. في الاي دي اتش شفنا صوره رائعه لمجموعه اكشنز، ما هياش سمك لبن تمر عندي انما متكامله بتخدم الهيموريج. هنا حاجه اروع في الحقيقه، ابسط في الفهم. انتجريشن ما بين اكشنز مش في نفس الشخص، في تو بارتنرز، اثنين في حال الجماع وصلوا الى الشبك اللي هي قمه السعاده الجنسيه اللي هو الاورجازم، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل، ما بنتكسفش في السايكولوجي، الدوره الجنسيه هناخدها كامله. ففي لحظه الشبك بيحصل ايه؟ الاوكسيتوسين يقبض التست في البنلفس يعمل ايجاكوليشن. والاوكسيتوسين بس مش في نفس الشخص، في شخص اخر اللي هو الفيميل، يقبض الرحم فيكريت نيجاتيف بريشر، يروح شافط السبير من الفاجينا على اليوترس عشان يقربه من الفالوبيان تيوب، لاننا رانينج شورت اوف تايم. اذا ما لحقهاش في الميدان العام عمره ما يعرف يعمل لها فيرتلايزيشن. فعل فاضح الميدان العام هو ايه؟ ورانينج شورت اوف تايم، يا تلحق يا ما تلحقش. فالاوكسيتوسين عاوز فهم قيمه الوقت، فبيساعد ايجاكوليشن في الميل ويساعد السكشن في الميل. ايه الانتجريشن ده؟ في طبيعه تعمل كده؟ ان الانتجريشن ما بين تو بارتنرز مش مجموعه اعمال في نفس الشخص. ده الاوكسيتوسين في الميل بيساعد الاوكسيتوسين ان الميل، ده الايجاكوليشن ده بالسكشن. بس لو لاحظت تلاقي ان الاكشن في النهايه ما هو الا كونتراكشن. يبقى الأذكياء فقط الأوكسيتوسين is known as peptide lipid insoluble. يبقى يشتغل جينوميك ولا مش جينوميك؟ نان جينوميك. قصاد احتمالين، يا سايكليك ام بي يا انزيتور ترانسبوسفيت باي اسايل بيسكو. الاكشن هنا الطالب فاهم قوي. كونتراكشن. ما هو الا كونتراكشن. يبقى عاوز كالسيوم، يبقى لازم يشتغل عن طريق الفوسفوليبيد انزيتول باي فوسفيت. لا يمكن يبقى سايكليك اي ام بي من السهل. طيب قال لي قول لنا الجمله اللي تحب تقولها في كل هرمون. مفروض ترتيب الاحداث ان يحصل جماع وبالتالي حمل، ثم ولاده، ثم رضاعه. لما الاوكسيتوسين في اهميته عكس الزمن، ماشي عكس الاحداث، عكس الزمن، رضاعه، ولاده، جماع. لو كده انتهى بغير هذا الترتيب هتاخد صفر، عكس الزمن. المفروض الجماع ثم الولاده ثم الرضاعه، انما هو بالعكس، رضاعه، ولاده، جماعة. ادي الجملة بتاعت الاوكسوس اللي بيفكروني بيها الطلبة دائما ابدا، رضاعة، ولادة، جماعة. هو متفرد في الرضاعة مفيش غيره، انما غير متفرد في الولادة وغير متفرد هنا في سيمباتيك اهم منه حتى الايجاكوليشن. طيب نيجي كونترول اسهل، عارف ليه؟ هو نفسه الكلام ده.
بس مع نقطة صغيرة حاربت فيها من أكتر من ديكيد. لحد ما الحمد لله آخر خمس سنين زملاء اقتنعوا وكتبوا لي اللي أنا عاوزه. أنا قلت الأوكسيتوسين ده بيمثل قمة في الانتجريشن. الانتجريشن ما بين مش مجموعة أعمال متكاملة في داخل نفس الشخص، ده ما بين تو فقط. هنا الأوكسيتوسين يتعاون مع الأوكسيتوسين بالفيميل. إيفن في الكنترول قمة الانتجريشن. إن إحنا عندنا تو كنترول سيستمز، نيرفس أند إندوكراين. تعالوا أوريك ريفلكس الافرنت لين، الافرنت الوارد بتاعه نيرفس، طبعا نيرفس سيستم. والافرنت لين، الافرنت لين الصادر هرمون. تعبير كل العرب استخدمه من مورجان ديكيد، نيورو اندوكراينال او نيورو هرمون ريفلكس. لو كتبت نيرو تاخد صفر. هم دلوقتي اقتنعوا بيقول عبد الله من اكثر من 10 سنين. كان اكتشاف رائع ان اي ريفلكس الافرنت نيرفس والافرنت هرمون. تعال اتفرج. هما نفس الكلام. لما البيبي يسكر النيبل فيها اكبر عدد من التاتش ريسبتورز. النيبل يعني لا يوازيها غير الفينجر تيبس والليبس، اكتر تاتش ريسبتور في الجسم فينجر تيبس ليبس وفي الفيميل نيبل. فيبعت نيرف امبولس يبقى دي نيورو تروح للهايبوثالامس تطلع الاوكسي توسن هرمون يبقى هرمون يبقى ريفلكس نصه تبع النيرفس ونصه تبع الاندوكراين. قمة الانتجريشن ما بين التو كنترول سيستم نيورو هرمونال، نيورو هرمونال ريفلكس. نفس الكلام هنا البيبي لما راسه تنزل في السيرفكس تدايليت السيرفكس فيبعت نيرف امبولس يبقى دي نيورو يطلع من الهايبوثالامس اوكسي توسن يقبض الرحم يساعد الولاده يبقى نيورو هرمونال ريفلكس. هنا نفس الكلام في اثناء الجماع مداعبه الاعضاء الجنسيه تبعت نيرف امبولس تطلع اوكسي توسن نيورو هرمونال ريفلكس. نيجي اول واحده لما البيبي يعمل ساكلينج النيبل. معرفش هم عندنا بيحبوا شويه يعني يبقوا متحررين او بيقولوها هم ناس هناك مش يعني قال لك مش لازم بيبي هو اللي يعمل ساكلينج النيبل. حتى لو الزوج عمل ساكلينج للنيبل برضه هيطلع اكسلوس سيكشوال ساكل اللي اتحرق. طيب هنكمل هنا. ده ممكن ده يسموه له ده انكونديشنال ريفلكس ان اي واحد يلعب في النيبل البيبي او الزوج يطلع اوكسين توز. ده اسمه انكونديشن. في كونديشن دي رائعه نيجي من غير ما نلعب في النيبل ان الام لو مشغوله بالبيبي كونديشن ريفلكس يعني مشهور هنحكي عنه في السيكولوجي انها لما تشوف البيبي تسمع الكراين بتاع البيبي شم رائحه البيبي. كل بيبي ليه رائحه معينه قد تكون كريمه وقد تكون ايفن وهي في الشغل ده مير ثينكينج اوف بيبي تفكر في البيبي صور بيطلع تو هرمون بروكتين يعمل سكريشن والاوكسيتوسين. حتى الستات يقولوها السر بيحل يعني هي لما فكرت في البيبي في الشغل سرها اتملى لبن. فده يسموه كونديشن ريفلكس. برضه هنا في الولاده عاوز اعقب تعقيب لما السر كده ايه يطلع نيرف امبولس يطلع اوكسيتوسين يقبل الرحم اسمع اللي جايه فالهيد اوف ذا بيبي تدخل اكتر في السيركس فيحصل مور دايليتيشن مور اوكسيتوسين مور دايليتيشن يبقى ده للاوائل فقط. ده السكند اكزامبل اوف بوزيتيف فيدباك ميكانيزم بعد الاولاني اللي خدناه اللي هو التبوير الايستروجي مع الاثنايزنج هرمون يبقى حتى حاجه لطيفه التو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم في الاندوكراين في الفيميل وعلى وجه التحديد في الفيميل ريبرودكتيف سيستم في التبويض والولاده. التبويض والولاده هم دول البوزيتيف فيدباك ميكانيزم. نيجي هنا اللي في حاجه برضه كان بينها ان مداعبه الاعضاء الجنسيه الميل يلعب في والعكس يطلع نيرف امبولس تطلع اوكسي توس نيورو هرمونال ريفلكس. كده خلصنا الاوكسوس. في ثلاث كلمات تحت ان الافرنت امبولس زي ما قلنا السنتر هيبقى طالبك
يبقى اي والايفرنت ان يطلع الاوكسي توس ده التوسيكيوت. انا هاخد جزء صفحه قراءه في الثيرويد، مش عاوز اضيع وقت لان احنا متاخرين شويه، فصفحه نقرا مفيش فيها اسئله خالص يعني نتسلى. احنا خلصنا الوقت المهم، فحد يسلفني حتى وذكره وعايزين نقرا مع بعض. ثيرويد جلاند دي هايلي فاسكولار جلاند، اكتر غده ليها بلاد سبلاي، كل جرام بياخد في الدقيقه 5 سم دم. وعليه لما اي واحد قريبك رايح يعمل عمليه ثايرويدكتومي لازم تنقي جراح محترم، لانه ممكن يجيله نزيف يقضي عليه، لازم جراح يقدر يعمل جود هيموستيسيس، ايقاف البليدنج، بيبقى البليدنج رهيب في عمليه الثايرويد. فعاوزه جراح محترم، مش اي جراح يعمل ثايرويد، ده بالذات لازم تنقيه كويس. تاني حاجة بيقول لك ان الفوليكلز بتاعت الثيرويد، الفوليكلز بتاعت الثيرويد مليانة بالثيروبلوبلين ماسك الهرمونز، من اكتر غدد اللي بتختزن هرمونات في الجسم هي الثيرويد جلاند، صدق ولا تصدق؟ الثيرويد تختزن كمية ثيرويد هرمونز تفيك 3 شهور بدون تصنيع جديد. اكتر غده بتعمل اختزان هي الثيرويد 3 مانس. نيجي للهرمونز، الفوليكولار سيلز دي بتطلع 2 ايودينيتد هرمون اللي هو التي 3 والتي 4. فيهم تراي ايودو لو تي 3 يعني 3 ذرات ايودين، والثانيه تترا ايودو ثيرونين. ده سؤال شاف. طب هل الثيرويد اللي بتطلع هرمون تاني؟ البارافوليكولار سيلز اللي هي جنب الفوليكل ويسموها سي سيلز، حتى فهمكم ليه يسموها سي سيلز؟ انها كير سيلز، اصل الثيروسايتس دي جرانيولار سيلز بتختزن بعض الهرمونات، انما السي سيلز اللي هي جنب الفوليكل اللي هي البارافوليكولار دي كير سيلز، دي بتطلع هرمون ينقص الكالسيوم اسمه كالسيتونين. كالس يعني كالسيوم، وتونين مش معناها ينقص، معناها يضعف، والمعنى الغير حرفي ينقص، لكن كلمة تونين في اللغة يعني يضعف، هو مش بيضعف هو بينقص كالسيوم. نيجي نحكي قصة الأيودين، إن إحنا كل يوم لازم ناخد 500 مايكرو جرام أيودايت، مش أيودين، متعين، اللي ماشي في الدم متعين. عشان ما تدوقش 500 مايكرو جرام يعني نص مللي جرام، تفتكر انها كميه كبيره قوي. عارف ليه تاخد في اليوم 500 مايكرو جرام؟ لانك كل يوم بتفقد 500، فلازم تحافظ على الايودايت بالانس في الجسم، لا يزيد ولا يقل، فانت كل يوم تفقد 500 فتاخد 500. تعال نحكي قصه ال 500 اللي خدتهم. انت واخد بزياده عن احتياجك، في 400 اساسا انت مش محتاجه. فتاخدهم كده وتروح رميهم في البول. اليورين مش محتاجه. 100 هتصنع بيهم تي 3 تي 4 عوضا عن التي 3 تي 4 اللي حصل لهم ايه؟ اكتيفيشن. دول بقى ترميهم مش في اليورين، يورين وستول. يبقى 400 اللي مش عاوزهم من الاول اللي ما دخلوش البول رميتهم في اليورين. ال 100 اللي عوضا عن التي 3 تي 4 اللي تعمل ايه اكتيفيشن، دول هتفيدهم في يورين وستول. الثيروسايتس قلنا بتخزن كميه قليله من الهرمونات، عشان كده بتبقى جرانيولار، بينما دي بتبقى كلير سيلز، بس بتخزن كميه تكفي مينتس تو اورز، انما معظم التخزين في الفريق كميه تكفي اب تو 3 شهور. افهم يعني جوه السيل بتختزن، بس ده مينتس تو اورز، انما الفوليكل مع الثيروبلوبلين الخزين يكفي اب تو 3 مانس. كل ده بتبني عليه جراح. وسؤال شافوا الهرمون. فانكشنز اوف فوليكولار سيلز. شاف فوليكولار سيلز بتعمل حاجتين، بتعمل الثيروبلوبلين اللي هو بيختزن الهرمونز في الفوليكل.
وهذا الثايرو جلوبين بيتميز بايه؟ احنا عاوزين تيروزين امينو اسيد عشان نعمل منه تي 3 تي 4. كل موليكل من الثايرو جلوبين عارف فيه كام موليكل من تيروزين؟ 123. عارف انا فاكرها ازاي؟ 1 2 3 خلاص 123 غالي جدا بالامينو اسيد اللي انا محتاجه اللي هو تيروزين. تاني حاجه ده بتصنع التي 3 والتي 4. فورميشن اوف تي 3 تي 4 بتبني عليها ام اس كيو وبتبني عليها بايو كيمستري نظري. ده في البايو كيمستري لازم تلاحظه صح. فمعلش انا هساعدكم ان انا هشرحه ليه ام اس كيو وهشرحه لك كاني بشرح بايو كيمستري. وكاني بنجاوب سؤال كده بنضرب نصين بحجر واحد. بص انا عاوزك تفهم انا الرسمه دي هديها لك المره الجايه. انا اسف ما جبتهاش معانا النهارده. فما تنساش. Sit back, relax, and enjoy. الرسمة الثالثة. وزعوا عليكم الورق اللي هو في ناس ما خدوش ورق السي ان اس الجديد ومعاه ورقة بروفر هوم. فيزيبل تيبل دول. في ورق نزلته دي بتاع الحصة اللي جاية اللي هي السي ان اس وفيها رسومات حتى بتاعت السنسيشن ومعاها الزيادة بتاعت بروفر هوم. أنا عارف في بعضكم ما خدهاش محتاجة فيها الحصة الأولى. جاهز الورق ده منك. بص معايا بابا انا هتكبر. بص هنا في جنبس. بص هتكبر رسمة دي يعني. سين فضل. هادي الثايروسايتس. خلية الثايرويد اهي. اسمها ثايروسايتس. سين فضل. ده الايبكس ده البيز. تملي البيز ده الهرم. يبقى اقرب من الايبكس. سنة النيلة عوضا عني اني وقفت. لو قفتها يبقى ده الايبكس وده الايه؟ البيز. هنا الفوليكلز بيحتوي البروتين اللي بيخزن الهرمون اللي اسمه ثايرو جلوبين. اللي هو غالي جدا في مين؟ تيروزين 123. الناحية التانية اللون الاحمر هنا فيه البلد. طيب بص معايا بفضل. هجاوب سؤال بايو دلوقتي. ازاي بنعمل التي 3 تي 4؟ احنا قلنا معظم الايودين ماشي في صوره ايودايت متعين. فاول خطوه يحصل ايودايت تراكينج. يعني ان الثايروسايتس تراب تصطاد من الدم الايودايت. ايودايت تراكينج ميكانيزم. ده اهم خطوه في الام اس كيو. يعني انا براجع السولجي بس ما اقولش الخطوه الاولى هي اللي بيجي فيها كل الاسئله. الايودايت تراك. فاول جمله هقولها وهسال بعديها السؤال. فركز في الجمله الاولى كويس عشان تجاوب السؤال كويس. The thyrocytes او الثيرويد gland takes and concentrates ionized iodide. نوقع الجمله دي. يبقى العمليه دي against concentration ولا electrical ولا both concentration and electrical gradient. الإجابة الصحيحة. إيه رأيك؟ both. لأن أنا قلت إجلال takes هعلي صوتي. concentrates يبقى against concentration gradient. ionized يعني نيجاتيف رايح لإيه؟ بوزيتيف. لنيجاتيف. يبقى مالهاش against concentration بس. إنما concentration and electrical gradient. تمام؟ يا اول جود. But actually الغدة بتاخد صوديوم كبرايمري اكتف ترانسبورت ومعاه الايودايت. فيسموا ده سكندري اكتف ترانسبورت. يبقى ما هوش برايمري اكتف ترانسبورت. وهنا عاوز فخر معلومات عامة اقول حاجة صغيرة. ما قالهاش الزميل. ان الايودايت مرتبط بالبحر. فموجود في الاسماك البحريه وليس اي سمك. العبط اللي يقولوا الدكاتره ده غلط. السمك البلطي النهري ما فيهوش ايودايد. اسماك بحريه والنباتات التي تنمو بجوار البحر. وعلي البلاد اللي بعيده عن البحر زي اواسط افريقيا او زي عندنا هنا الفيوم كان زمان قبل اللي هقوله ده عدد كبير من الناس يحصل لهم نقص في تكوين الثيروكسين هايبوثيروكسين. اندمج هايبوثيروديزم. فجاب منظمه الصحه العالميه قالت مش كان فرق زي ده ان الناس بعيده عن البحر يجي لها نقص في الايودين نقص في التي 3 تي 4 ويحصل لهم هايبوثيروديزم. ما
مفيش مصنع ملح طعام هياخد رخصة لايسنس الا اذا حط على كل معلومات عامة جميلة قوي على كل 100,000 جزء صوديوم كلورايد جزء واحد من الصوديوم ايودايد. يبقى كل 100,000 جزء صوديوم كلورايد عليهم جزء صوديوم ايودايد. يبقى انت وانت بتاكل ما تحط الملح تقول انا ما باخدش ملح دلوقتي بس انا باخد ايودين. وباخد ايودين في انهي صوره؟ افهم هم حطوه في انهي صوره؟ صوديوم ايودايد. عارف ليه؟ لان الغده بتاخد الاول الصوديوم برايمري اكتف ترانسبورت وده اللي خلاني احكي القصه وبعديها تاخد ال ايودايد. السؤال هيجيلك هل هو برايمري ولا سكندري اكتف ترانسبورت؟ سكندري. القاطره هي الصوديوم ويتاخد وراها ايه؟ ايودين. ايه اللي ما كتبوش الزميل ان تركيز الايودايد في الغده بيبقى 25 مره قد البلاد. ده فين؟ في النورمال انت وانا اللي عندهم هايبر ثايروديزم بيبقى 200 مره قد البلاد. The gland takes and concentrates ionized ايودايد. اصعب سؤال بقى هنا هو اللي جاي. ان الايودايد ترابينج ميكانيزم ده ما بيحدثش بس في الثيرويد. بيحدث كمان في السليبري جلانز بتاخد ايودايد. ماماري جلانز البريست حتى بقولها ماماري جلانز عشان يبقى كله جلانز ما اقولش بريست. سليبري جلانز ماماري جلانز جاستريك جلانز بس في الثلاث حتت دول نوت ستيميليتد بالثيرويد ستيميليتنج هرمون. يعني الثيرويد ستيميليتنج هرمون بيزود الايودايد بامب فقط في الثيرويد. مش في الاذر جلانز، الاذر جلانز تاخد ايودايد بس نوت ستيميليتد باي ثيرويد ستيميليتنج هرمون. النقطة الرابعة ان هذه العملية ممكن اوقفها بالمونوفيلنت اينز. افتكر ليه؟ لو اديت العام مونوفيلنت اين الغدة مش هتخلق ثيروكسين. افتكر ايه اللي هيحصل؟ ان الايودايد مونوفيلنت فما ادي اين تاني مونوفيلنت هيحصل كومبتيتيف انهبيشن. كومبتيتيف انهبيشن. فممكن ايقاف العملية دي بالمونوفيلنت اين. تاني ستيب بعد ما الغدة خدت الايودايد المتأين لقيته ما ينفعش تحوله الى اليمنتال ايودين اي 2 بالبيروكسيديز انزايم. يعني ايودين عنصري مش متأين. ثالث ستيب يتحد هذا الايودين مع الامينو اسيد اللي قلنا عليه اللي هو مين؟ تيروزين. بس التيروزين ده افهم مش فري تيروزين. ده جزء من بروتين كبير اسمه ثايروجلوبولين. فكل حاجه بدوريها هتبقى ماسكه فين؟ ثايروجلوبولين. فهيدي مونو ايودو تيروزين في ايودين واحد او باي ايودو تيروزين لو في اثنين. في البايوت لو بتغلط وانا حافظ الغلطه يعني همنع انك تغلط الغلطه دي. ان الموضوع صعوبته ان في ايودايد متأين وايودين غير متأين والطالب بينسى هو مين المتأين ومين غير متأين. ترى بطريقه طريفه لو انت مشيت خطا في الشرح هتلاقي الكلام ما فيهوش سجع موسيقى. لو مشيت صح لازم هتسمع سجع. فاقول الاول غلط. افرض انا طالب في البايو كيمستري جاي سؤال وقلت الغده بتاخد ايودين هي ما بتاخدش ايودين هي بتاخد ايودايد. انما انا بدات غلط قلت خدت ايودين يبقى تاني خطوه حولته الى ايودايد. يتحد الايودايد مع التيروزين فش اي سكن. لكن لو قلتها صح الغده خدت ايودايد حولته الى ايودين يتحد الايودين مع التيروزين. الله يتحد ايه؟ الايودين مع التيروزين. هنا انا ماشي صح. يبقى خدت ايودايد حولته الايودين يتحد الايودين مع تيروزين تدي مونو ايودو تيروزين وضاي ايودو تيروزين. الخطوه الثالثه انتوا اللي هتقولوها بقى عاوزه ذكاء جامد قوي. دلوقتي انا عندي مونو وعندي ضاي بس الهرمونات ثلاثه واربعه. اضرب اقسم اطرح اجمع اعمل ايه؟ انهي عمليه اللي تدي ثلاثه واربعه مونو وضاي؟ ازاي اجيب تراي؟ اجمع مونو مع داي يدي تراي وداي مع داي تاني يدي تترا. فيسموهم كابلين. يعني تاخد كل زوج مع بعض كابلين كابلين. يبقى هنا دي 84. الخطوه
الأخيرة طالب الزاكي بقى. دلوقتي أنا خلقت الهرمونات بس فيها عيب خطير. إنها موجودة في الفوليكل ومسكة في بروتين كبير اسمه ثايروغلوبولين. أنا عاوز أطلعه في الدم لطالب زاكي. يبقى أي عشان أطلعه في الدم عاوز بروتينيتك إنزيم يكسر اتحاده مع بروتين، حاجة ماسكة في البروتين. يبقى عشان أكسر اتحاده مع بروتين محتاج بروتينيتك إنزيم. بروتيو افهم ليتك ليتك يبقى موجود في أي فين الليتك إنزيم دي موجودة؟ في اللايسوزوم اللي هي السيل أورجانيل. يبقى لازم الثايروسايتس تاخد الثايروغلوبولين بالهرمونز الاول. اظن اي بروتين بيدخل الخليه بيدخل عمليه اسمها بينو سايتوسيس اللي هتحصل عند الابيكس والاسيل ويروح لللايسوزومز اللي فيها البروتينيز اللي هو هيحطم اتحاده مع الثايروغلوبولين فهيطلع تي 3 تي 4 ومونو وداي اوتوغلوزين. التي 3 تي 4 يدخل الدم المون والداي يرجعوا تاني للفوليكلز. دي الخطوات الأربعة. هقولها تاني نحفظ مع بعض. الغدة خدت أيودايد ولا أيودين؟ أيودايد ده الصح. حولته إلى أيودين. يتحد الأيودين مع الطيروزين يدي أيودو طيروزين مونو أن داي. مونو مع داي يدي داي داي مع داي يدي بس كلهم ماسكين في مين؟ ثايروغلوبولين. خطوة التالت عاوز احرر الهرمون زي يبقى عاوز بروتينيتك انزايم ليتك ليتك يبقى موجود في الرايسو زونز اللي موجود عند البيزو بس. فالاول عند الايبكس تاخد البروتين ما تاخدوش ليه الواحد فاهم بعملية اسمها كينو سايتوز وتوديه للرايسو زايم وتكسر اتحاده مع البروتين. تي 54 يطلع هنا والمونو والباي يرجعوا تاني. طب بص معايا تي 54 ده هرمون معمول من 1 امينو اس تيروزين ماسك فيها 3 4 سهل يقع في البول فلازم نشيله على بروتين في الدم. جاوب السؤال ده مين عنده الهاي كاباسيتي في البروتينات ان يشيل هرمونات كاباسيتي قلبه مين عنده الهاي افينيتي عشان كده معظمهم بيتشالوا على الجلوبولين اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين. في ناس مش واخده بالها من الجمله الاولى دي. يبقى في تو جلوبولينز ماسكين التي 3 تي 4 ثايرو اللي جوه الغده بتاع الثايرويد ما تلخبطهمش اسمه ثايرو جلوبولين ده بتاع الثايرويد اللي ماسكهم في الدم بره في الدم بره اسمه ثايروكسين بايندينج جلوبولين ما تلخبطهمش. طب الغده بتطلع تي 4 40 الى تي 3 2 الى 1 بايس خالص ريفرس تي 3 1 يبقى معظم انتاج الغده من تي 4 ولا تي 3 عشان كده هو ده اللي بيسموه ثايروكس 40 بس هو ده اللي لسه اكتف تي 3 اللي هو 2 بس ال 40 هو ده الاكتف 4 الريفرس تي 3 ده مش اكتف خالص ده بايس خالص ريفرس العكس يبقى المور اكتف هو تي 3 الاكتف اقل والليس اكتف اللي هو تي 4 اقل. عيد انا كده خلصت. عيد الخطوه الاولانيه تاني اللي فيها الاسئله ام سي كيو اي جاي ترابي انتوا اللي هتقولوها. هل الجلاند بتاخد الايودايت اليمنتال ولا ايونايزد؟ ايونايزد. اجينست كونسنتريشن ولا الكتريكال ولا بوث؟ بوث. برايمري اكتف ولا سكندري اكتف؟ سكندري اكتف. هي بتاخد صوديوم قوي. تاني هي دي الاسئله اللي حافظها صم. بتاخد ايونايزد مش اليمنتال. اجينست كونسنتريشن اند الكتريك مش واحده منهم. بسكندري اكتف مش برايمري اكتف ولا الصوديوم. والعمليه دي توقفها بمين؟ بالمونو فيلنت. ليه؟ لان الايودايد نفسه مونو فيلنت. خدت ايودايد الخطوه الثانيه تحوله الى ايودين بالبيروكسينيز. الخطوه الثالثه يتحد الايودين مع الثايروزين يدي مونو داي. الرابعه كابلي مونو مع داي يدي تراي وداي مع داي يدي تتا. كلهم ماسكين في مين؟ افهم ده سؤال بايو نظري مهم جدا. ثايروبلوبين عشان افكهم محتاج ليتك اللي موجود فين؟ ده سيل اورجانيل. انا لازم ادخل السيل بروتين يدخل السيل يبقى بالبينو
سيطرة. عند الابيكال بارت وعند البيزال بارت الكسر يطلع تي 34 once they are free they are bound to another type of globulin في الدم بقى اسمه thyroxine binding globulin please تعاونوا اليوم الجمعة يا جماعة يعني يا غريب الجمعة أيوة بالشيء لصالح صالح الآخرين.